السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة سلمى بخطو على الدعوة الكريمة والدكتور إيمان المهدي أيضا والشكر أيضا موصول لعمادة الجامعة وزملاء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الدولية الليبية ما رح نطول عليكم، الموضوع طبعا تعرفوا انتم مهم جدا، خصوصا الآن تصنيف الجامعات الرانك الدولي، أصبح يعتمد بشكل كبير على النشر العلمي، البحوث العلمية، أيضاً ايش نقول الوظائف، أيضاً أحياناً التعيينات تتوقف على مدى نشر الباحث للأوراق العلمية. فالندوة اليوم بناخدوها الأوراق العلمية بين الإعداد والنشر برعاية مركز البحوث والاستشارات الجامعة الدولية أو الليبية الدولية. دكتور شعبان دكتور شعبان يبدو ان حضرتك قدرت ميوت لنفسك بليز ان ميوت يور سيلف يا اوكي تمام وي ستارت فروم هير اجينا لتعريف الاوراق العلميه كيف ما قلنا الموضوع مهم جدا هذا الان يعتمد على الرانك الجامعات وكذا هذا اللي شرحته واعطيت نبذه مختصره عن نفسي خريج بنت بيّة، معهد عالي وماجستير ودكتوراه في ماليزيا والان في قبرص التركيه فنجول لتعريف الاوراق العلميه هنا الورقة العلمية بشكل مبسط هي دراسة يقوم بها الباحث بهدف اكتشاف أشياء جديدة كان أو التوسع في مجالات تم دراستها وإضافة معلومات جديدة إليها في ورقات علمية أخرى لإثبات صحة النظريات العلمية أو رفضها ونظرا لأهمية الورقة العلمية تم وضع العديد من الشروط والقواعد التي يجب على الباحث التقيد بها أثناء الكتابة طبعا الكل يعرف الكلام هذا فلو نتكلم على انواع الاوراق العلميه عاده ما تقسم الاوراق الى خمس او خمس اقسام رئيسيه مش ست اقسام رئيسيه، خمس اقسام رئيسيه عندنا التكنيكال بيبر اللي هي الورقه التقنيه الباحث يخش المعمل او يعمل دراسه ويوزع كوشنير استبيان فتكون عاده من 3000 انا نحكي بشكل عام هنا 3500 ل ألف كلمه في الريفيو بيبرز اللي هي الورقه المرجعيه من 20000 كلمه ل 40000 كلمه وفي الكيس ستدي دراسة حالة يسموا فيها الكيس ستدي عادة ما في الطبيات أكثر شيء لأن إحنا في الإنجنيرينج الكيس ستدي عندنا هي تكنيكال بيبر نفسها تكون في من 1000 ل 1500 حالة مرض درست مرض معين درسته ولا مرض جلدية مثلا أعطيت لها دواء لفترة علاج طبيعي وكذا 1000 ل 1500 تقرير ريبورت ما عندهاش اي عدد لا منتهي من الكلمات يزيد او ينقص وعندنا الرساله اللي هي ليتر لا تزيد عن 2000 كلمه، الليتر عاده تكون عندنا حاجه اسمها الايشيو الايشيو اللي هو العدد وعندنا الفوليوم سوري الايشيو اللي هو الاصدار والفوليوم العدد في ال بالنسبه لو الترجمه مباشره طبعا حتكون غير لكن في العالم الاكاديمي الفوليوم اللي هو العدد والايشو الاصدار المجلات عاده النشر بتاعها يكون سنوي او يكون نص سنوي او مره كل شهر او يكون مستمر راح نعرف ان شاء الله فهذا عندنا الفوليوم الفوليوم اللي هو العدد العدد يكون عادة مقسم إلى 12 شهر أو على حسب إذا كان رباعية تنشر كل أربع شهور أو ثلاثة تل... آه... شهور هيكون عندها ثلاثة أعداد ثلاثة أعداد أو أربع أعداد الإصدار هذا مش مهم عادي تلقى العدد الاول للاصدار واحد العدد الاول للاصدار اثنين هذا الايشيو وهذا الفوليوم آه الفكره دائما اعضاء هيئه التدريس او الطلبه يقول لك احنا ما عندناش افكار ما عنديش آه ما عنديش فكره لعمل بحث علمي ما عنديش فكره يعني ليس لدي افكار لست متاكدا من عنوان الدراسه لا قيمه لهذا العمل لا اعلم مدى جوده الدراسه آه هذه المشاكل عاده اللي تواجه عضو هيئه التدريس او او الطالب طالب الدكتوراه او طالب الدراسات العليا ماجستير الدكتوراه فلو انت تعاني من المشاكل هذا فاعلم ان ما عندكش لا ابديت ما عندكش اب تو التحديث والمتابعه انت في مجالك لازم تتابع كل جديد تقرا طبعا تقرا تقرا وتقرا الاوراق العلميه مش الكتب عاده في كتب حتى يجي جديده لكن عاده الاوراق توريك وين الناس واصلين في مجالك التحديث والمتابعه وانت تقرا في التحضير والمتابعه لازم تعرف اهداف ومنهجيه الدراسات السابقه. ليش ايش الهدف من هالدراسه؟ ايش المنهجيه اللي استخدموها للوصول للنتائج؟ الفهم الوافي للنتائج. قراءه بدون فهم نتائج ما تنفع مهما تقرا ما فهمتش ليش هذا زاد ايش يعني هذا نقص ايش يعني البارامتر هذا زاد او سواء كان اختبار ولا حاجه زادت او نقصت او قاعده ثابته لابد تعرف ايش الغرض منها فالجانب بعدين تشوف للجانب الذي لم يهتم له الباحث مثلا قريت ثلاثة أربعة أوراق في علم السموم في علم العقاقير وجيت شفت حاجة من أربع أربع أوتر الأربع أوترز بين المؤلفين الأربعة ما تطرقوش لنقطة هنا عندك الجاب باش تاخذها وأنت تعمل أو تدمج تدمج الورقه الاولى مع الورقه الثانيه تطلع بدراسه جديده هيكليه الورقه العلميه هيكليه الورقه العلميه بشكل عام الورقه العلميه تتكون من اللي هي الخلاصه عن الابستراكت عناوين المؤلفين افيليشن عنوان الورقه التايتل وعندنا المقدمه اللي هي introduction ميثودولوجي منهجيه البحث results discussion مناقشة النتائج conclusion acknowledgement اللي هي الشكر والتقدير وعندنا references المصادر أو المراجع اللي خذيت منها راح نتطرق لكل عنصر آه بروحة أولا عنوان الورق عنوان الورقة الآن كيف تكتب العنوان العنوان لابد في الأوراق العلمية يجب أن لا يتجاوز عدد الكلمات 20 كلمة يجب أن لا يتجاوز عدد الكلمات 20 كلمة فوق من 20 كلمة معظم المجلات العلمية ترفض أن العنوان يتجاوز 20 كلمة تجنب الاختصارات المعروفة للمختصين فقط اختصار الكلمة عادة نكتبها كاملة ما تديرش اختصار تجنب الاختصارات المعروفة إلا إذا كان اختصار مثلا معروف سواء كان الهابتايتس مثلا ولا حاجة معروف لكل الناس عامة يعني، لان الورقة ما هيش للمختص فقط، لما تنشر ورقة علمية أحيانا أنا في الهندسة مثلا جاء الكوفيد 19 بديت أفتح على الطبيات فقط، حتى الهندسة نسيت كل مرة أقرأ لي ورقة أشوف وين وصلوا ولا شنو جديد الأعراض اللي موجودة. ثالث شيء اختيار عنوان بسيط يعكس بدقة ما في الورقة. يعكس بدقة في الورقة أنا أحكي على أسفلت مثلا في الورقة، لألقى الورقة تتكلم عن التربة. ما عندهاش علاقة. فالعنوان يكون مبسط اول ما تقرا العنوان كيف ما نقول احنا الباين المكتو... العنوان با... الباين هلا مكتو... نسيت العنوان ما باين مكتوب ولا مكتوب باين من العنوان نسيت الحقيقه المثل هذا فاول ما تقرا العنوان هذا يكون باين ايش في في الورقه انت عرفت نص ما في الورقه هذا بشكل مبسط كيف نختار العنوان للورقه العلميه مكتوب باين من عنوان باي باي احنا كليبيين عندنا تقصير كبير احنا سامحوني اليوم انا دائما احاول احط النقاط على الحروف الغلط مش يعني مش نهايه الدنيا لكن لازم نمشي في المسار الصحيح انواع عناوين المؤلفين عندنا تقصير في حق ليبيا بشكل رهيب عنوان المؤلف يمكن للباحث ان يضع عده عناوين الان الان الدكتوره ايمان البوسيفي ارسلناها لبريطانيا تدرس حطت لي جامعات بريطانيه فقط حطت لي جامعات ايش استفادت الدولة؟ جامعة بنغازي ايش استفادت من هالإيفاد هذا؟ لا شيء أقل شيء لما تكتب عناوين لما تكتب بيبرات لابد تحط العنوان الأول يمكن للباحث أن يضع عدة عناوين جامعة بنغازي جامعة امبيريكال اوف لندن جامعة نيوكاسل اوكي الأولى A و B لا يمكن للباحث أن يضع عدة عناوين فهنا الجامعات اللي بيتصبح معروفة أول إنسان يقرأ الورقة يقول أوكي او هذا هذا ليبي يقرا في بريطانيا مباشره لما يشوف في جامعه ليبيه حيكون حيقول ان هذا ليبي يدرس في بريطانيا، هذا ليبي يدرس في ماليزيا، هذا ليبي يدرس في تركيا وات يعني. الاسماء وترتيبها في الورقه عادي يعني ما فيش اهميه انا اسمي الاول الثاني الثالث في الاكاديمي في العالم الاكاديمي ماهوش مهم أي الاهم هو المؤلف الرئيسي سموه في الكورسبوندينغ اوتس خليني رقم عشرين أعطيني corresponding أوت اسمي رقم عشرين تأخذ الأول خليني في العشرين خليني أعطي خليني الكرسبوندين أوت أوتر هو الاسم المهم في الورقة هو المؤلف الرئيسي والثانيين يكونوا كو أوترز لو لقيتوا الإيميلات اللي تجيكم حتجيكم تلاقيها كو أوترز فهذا موضوع عناوين المؤلفين موضوع مهم جدا لأي باحث سواء أو عندكم طلبة برا الآن يدرسوا على حساب الجامعة فالمفروض يحطوا الجامعة فالجامعة تكون معروفة آه آه هذا مثال مثلا انا في الجامعه الوطنيه الماليزية هذه ورقه آه منشوره من الفين 2015 تقريبا هنا آه عنواني في نفس الجامعه عندي عنوانين في نفس الجامعه عندي عنوانين اي وبي اللي هو مركز النقل الحضري وعندي قسم الهندسه المدنيه بالجامعه فعندي يعني تخيل في نفس الجامعه عندي عنوانين فذلك انت تطالع عن جامعه ليبيه ماشي للجامعه فهنا في نجمه اللي هي هذا عرفنا ان هذا الكورسبوندينغ corresponding سب ماي سوبرفايزر هذا المشرف تبعك فهو الكورسبوندينغ اوتر عليه نجمه او تلقى عليه صليب كورس عندنا مثال ثاني للاخت الدكتوره هند علي عمر ايضا كان عندها الاي والبي وعندها النجمه هي الكورسبوندينغ اوتر وهنا عندها ال ال الاول لانها تدرس في جامعه ماليزيه اي جامعه قسم الهندسه المدنيه و قسم الهندسة المدنية والإنشاءات وعندنا الجامعة الوطنية الماليزية وهنا أيضا عندنا قسم الهندسة المدنية جامعة طرابلس أنا في 2015 2018 أنا باين 2018 فممتاز جدا حاطة الجامعة جامعة طرابلس لأنها موفدة من جامعة طرابلس على العموم هذا ما يتعلق بالعناوين المؤلفين نجول الابستراكت اللي هي الخلاصه الخلاصه عاده ما تكتب بطريق بطريقتين اساسيتين وصفيه وعندنا منظمه اللي هي structure. الان ما فيش حد يستخدم وصفيه وصفيه وصف الاشياء الان عندنا ابستراكت منظم خلاصه خلاصه والملخص واحد المصدر واحد اسم الفاعل ملخص والخلاصه يعني ما فيش فرق هلبا ستراكشر الان العالم كله يدير في ستراكشر انا نبي نقرا الورقه او الورقه وتحتوي الخلاصه المنتظمه على ما يلي المقدمه اللي هي introduction الهدف الرئيسي مين عندكم كلكم على الواتس جروب بتاع الجامعه لا في اجتماع زوم لو بتحضروا أن المنهجيه اللي هي الميثود و... لو حابين تحضروا. الإمبورتنت ريزلتس وعنا الكونكلوجن، أوكي؟ كان تشرحوا أنا هذه عادة البحث العلمي حتى التيسز اللي هو الأطروحة تكون الفصل الأول مقدمة، الفصل الثاني طبعا ما فيش أنا الدراسات الـ 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 الدراسات السابقة بعدين المنهجية وبعدين النتائج بعدين الخاتمة هذا البحث فانت لما تحط لي كل هالمعلومات اول شيء مثلا نشوف الاكس ار دي نبي الاكس ار دي الاكس ray ديفريكشن اول ما شفتها هنا في الميثودولوجي 3 تايبس فهنا شفت الاكس ار اه اوكي okay, الورقه هذه نبي نبي الدي اس ار الدي اس ار موجود ف... فنشوف انا الحاجه اللي نبيها المفروض تكون هنا هذه ورقه متكامله لكن بايجاز فالحاجه اللي نبيها على طول شفتها الـ X-Ray Deflection موجود فنفتح الورقه كان ما الاكس لو ان اللي كاتبها كاتبها بطريقه منظمه هنشوف كل شيء الهدف منهجيه الهدف الرئيسي والمنهجيه وعند النتائج امبورتنت وبعدين عند الخاتمه هذا كله موجود في الخلاصه طبعا الخلاصه هي اخر ما يكتب في الورقه بس هي الأولى هذا علاش عرشت عليها لكن هي اخر ما يكتب بعد تكمل كتابه الورقه العلميه تجي تكتب الخلاصه او الملخص المقدمة بشكل بسيط عادة المقدمة بتكون زي الدراسات السابقة أو تعطي جراوند يعني خلفية عن الموضوع اللي أنت تحكي عليه بس ما يكون لا علاقة مثلا أنا نبي نتكلم على الـ على الـ على الحوادث في جامعة مش في جامعة في مدينة بنغازي حوادث المرورية في جامعة بنغازي ما نقدر ندخل على طول جامعة بنغازي سوري مدينة بنغازي وكذا وكذا ولكن الافضل اني يتكلم على العالم كامل مثلا اتكلم عن الحوادث بشكل عام في العالم بعدين اجي من العالم من مثلا اوروبا اسيا افريقيا بعدين اجي لي افريقيا افريقيا فيها كذا ف يعني تسلسل افريقيا افريقيا بعدين شمال افريقيا من شمال افريقيا ليبيا ليبيا طرابلس بنغازي وكذا بعدين ادخل على بنغازي مدن بنغازي وبعدين بنغازي سنتر فهذا تسلسل فلو كوهيرنس ولا ايش يقولوا له ف... يكون متتابع في تتابع لما تقرا زي القصه تكون وعاده ما تكون 80 ل 70% من المصادر دراسات السابقة المراجع والمصادر اللي راح تستخدمها 70 في 80% عاده تكون في السكشن بتاع المقدمة جزء المقدمه هو خلفيه عامه عن الموضوع وفي العاده اذا ما لقيتش الهدف من الدراسه اخر اخر باراجراف حيكون الهدف الرئيسي من الدراسه في اي ورقه علميه اذا ما لقيتش ان مقسمها في objective of the study هذه أهداف الدراسة هتكون آخر ثلاث سطور تكون هي الهدف الرئيسي من البحث العلمي بعدين نجو لمنهجية البحث هنا كملنا أنت كتبت المقدمة وجيت تكتب منهجية البحث إذا كان عندك أوراق مخبرية ولا تجارب مثلا علوم تطبيقية وعندك أوراق نظرية اللي هي علوم إنسانية واجتماعية والطبيات أيضا ففي الاول لازم تذكر المواد اللي انت استخدمتها اذا كنت في الهندسه او في الطب او ايش المواد اللي وبعدين الاختبارات اللي استخدمتها اي ستاندرد تبعت اي طريقه استخدمت لازم تخبرنا من الاي تو الا الا يكون حاجه جنرال معروفه جدا في الطب ما فيش داعي تكتبها يعني اوكي تكتب إن عملت تيست كذا وكذا كل يعرف التيست ده. لكن لو استخدمت شيء او دواء جديد والجرعات وكيف اعطيتها الجرعات وكذا وإذا كان الآن في مثل المحاكاة سيميليشن هذا اللي عن المحاكاة المستخدمة لازم تعطيني إيش استخدمت السوفت وير الألوغاريتم اللي استخدمته logarithm اللي استخدمته السوفت وير أو الأرتفيشال الذكاء الاصطناعي الآن موجود بكثرة فأنت تحكي لنا من A to Z إيش درت أما في العلوم الأوراق النظرية عادة تذكر لنا منطقة الدراسة وكيف جمعت البيانات حجم العينة وطريقة التحليل خصوصا أنتم في الطبيات حجم العينه وطريقه التحليل مثلا نحكي على... بعدين تصميم الاستبانه خليني احكي عن حجم العينه لانه تقريبا جاي في السلايد الثاني تصميم الاستبيان او الاستبانه كيف ما قالوا طبعا الدكتور والطالب هم طرف فما يجيش الطالب يصمم والدكتور يراجع لانهم محسوبين واحد فالناس اللي تقول ان يعني كل ما كيف ما نقول احنا كل ما حطوا علامه في البحث معناها وقعوا على وجه الدكتور يعني مش الطالب طالب طالب في الاخير اي حاجه يديروها على البحث هي توقيع على وجه الدكتور يعني البحث هو وجه الدكتور اي شيء يديروه البحث كأنه خربشوا لك وجهك صح فتصميم الاستبانه الطالب والدكتور واحد المفروض نبعثوه لاثنين ثانيين انا في جامعه بنغازي نبعث على جامعه طرابلس عندي صديق متخصص يراجع لي بالك انا ناسي شيء او كذا او عندي صديق برا نرسل له متخصص نرسل له يراجع لي الاستبانه مش يعني نقول انه لا لا ما فيش ثقه هذا الواقع نص عقلك عند خوك. فهذا اللي نديروا فيه ي... يراجعوها ورانا ويقولوا لنا لا الاسباب هذه والاسباب هذه والاسباب هذه هذا بالنسبه للمنهجيه لازم تعطينا التفصيل، حجم العينه مهم جدا جدا جدا، مثلا احنا ندرس السكر في الجامعه الدوليه الليبيه الجامعه الليبيه الدوليه مرض السكر ف مية 100 100 طالب هل ال100 طالب يمثلون ال20000 طالب في الجامعه نظريا لا لكن تحليليا احصائيا او احصائيا مرات نعم 100 يمثلوا ال20000 احصائيا فاحنا دائما يقول لك ليش اخترت 100 طالب ليش ما اخترتش 101 ليش مش 200 ليش مش 50 فانت باش تكون يسموا فيها حجم العينه باش تكون سامبل سايز تحسب لها السامبل سايز بتاعنا ال انا مش متخصص لكن حبيت انوه عليها لان الرقم هذا الكوريكشن فور فايند ببلشن هذه السامبل سايز مهمه جدا 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 لو انت فشلت في تجميع مثلا اقول لك لما حسبت السامبل سايز لازم نجمع 350 طالب حتى يمثلوا لي ال 20000 انا مشيت جمعت 300 فقط هل تلت... تقدر تقول ان هل 300 يمثلوا ال 20 احصائيا لا ومعناها انت بحثك فاشل، بالاخير بحثك فاشل. لازم 350، بقى انت جمعت لي 400، ممتاز، انت خذيت فوق 50 واحد فوق العينه، ممتاز، خذيت 500 احسن، خذيت 1000، ممتاز. فأقل اقل شيء لازم تجيب 350، هذا نسمو فيه حجم العينه، في الكوشنير لابد تقصد حجم العينه بشكل دقيق. وطبعا في ايضا الكرومباش الفا هذه مش عارف ايش نقول لها بالعربي الكرومباش الفا بتاع الكوشنير اللي هي تشوف كيف الكوشنير هل هو الاسئله عندها علاقه مرتبطه ببعضها البعض ولا لا فلو كانت الكرومباش الفا اقل من 0.5 تكون غير مقبوله لو كانت اكبر من 0.5 لكن اقل من 0.6 تكون ضعيفه هذه اللي يسموا فيها البايلوت ستدي دراسه مبدئيه تاخذ مثلا 20 30 طالب تدير عليهم الدراسه وتشوف الكرومبس ألف اذا كانت اكثر من 6 او تساوي 0.6 واقل من 0.7 تكون مريب يعني وضع ما, ما زال مجتمع لازم تكون اكبر من 7 اذا كانت اكبر من 7 من 7 تكون مقبوله اكبر من 0.7 من من واحد هي من 0 لواحد هي 0.7 واقل من 0.8 تكون جيده اكبر او يساوي 0.8 واقل من 0.9 جيده جدا واكبر او يساوي 0.9 معناها ممتاز هذه بس تشوف تداخل الاسئله وترابطها ببعضها البعض. آه السؤال واحد يقول انا مثلا درت استبيان وكانت البايلوت ستدي ممتازه طلعت لي 0.8 بعدين لما درت الكوشنير وجبت 350 طلعت لي 0.5 ايش ندير؟ هل بنعاود الكوشنير من جديد؟ لا طبعا لا خلاص تمشي للأسئلة اللي عندها كرومبوس ألفا قليل تحذف طبعا لو تقول لي لا مرات سؤال مهم السؤال مهم مستحيل يطلع لك أقل من 0.7 لأنه مهم أنت عارف أنه مهم لكن بعض الأسئلة تطلع لك مهملة فأهملها هذه الأسئلة ما عندهاش تأثير ترجع لك الكرومبوس ألفا من جديد أعلى من 0.7 طبعا انا كيف ما قلت انا مش متخصص ولكن بس حبيت نتنوه عليها لانها مهمه جدا. مناقشة النتائج في اللي يقول results and discussion and واو العطف معناه فصلة الموضوع هي لا هي مناقشة النتائج وليس النتائج يقول لك لا دير لي discussion المفروض النتائج تناقشها العمل على مناقشة النتائج وليس العرض ايش العرض؟ والله لقيت 5% من الطلبة عندهم سكر عفاكم الله 5% من الطلبة عندهم كوفيد باهي هذا يدل على ايش؟ هذا يدل على ايش؟ هذا يعرض ايش؟ هذه المناقشه، اوكي خمسه بعدين ايش صار بعد؟ لقيت خمسه ايش يعني؟ ما يعني شيء خلاص انت عملت ريبورت بس لقيت خمسه، لا ناقش هذا ايش يعني؟ لما لقيت خمسه ايش يعني؟ هل يعني ان مرات في ناس اخرين مصابين وان الخمسه دينا ماشيين بدون اي حواجز اي قواعد؟ فاشرح ناقش دسكشن مش تعرض بس خمسة ستة في خمسين في المية نزلت 50% في شنو يعني إنه نزل 50%؟ يعني الدواء فعال أو إن مضادات الالتهاب يعني حاجات زي كي يعني ما عارف الطب لكن أنا أحكي من الهندسة استخدم النسب المئوية في المقارنات مقارنة النتائج مع النتائج السابقة ويل well, هنا الأفضل إنك تقارن مع النتائج الأقل لا بس في نتائج أحسن منك لكن علل إذا استخدمت نتائج علل ليش أنت طلعت لك أقل لازم تعطي تعليل انت ليش لان هذا استخدم مثلا برنامج هذا جديد 2000 وانا استخدمت برنامج 2015 ان البرنامج هذا اكثر ثقه فايضا ترقيم الاشكال والجداول مهم جدا uh, citation سموه في اوف كابشن اللي هو عنوان الصوره او عنوان الشكل وجوده الاشكال الناس اللي تستخدم الرسام كات اند بيس لا اقل شيء اكسل اقل شيء اكسل في برامج توضيحيه لكن دير كات هذه تدير لها كات من الرسام هذه آه ينساها اقل شيء تستخدم برنامج الاكسل وفي برامج اخرى لتعديل وتوضيح جوده الاشكال المستخدمه هذا ما يتعلق بالنسبه لمناقشه النتائج الخاتمه آه هي الخاتمة، الخاتمة، Conclusion. النتائج الرئيسية تكون بشكل مختصر، تحطها بشكل مختصر. عادة في الورقة العلمية ما فيش توصيات. سوري. في الورقة العلمية ما فيش توصيات. ليش ما فيش توصيات؟ الكل يعلم أن البحث العلمي غير منتهي. ما فيش حد يقول لك أنا درت بحث الله الله كلها من مجاميعه، لا لا ما فيش حد التوصيات ما فيش لا.. ما فيش داعي تحطها لان عارفين انك مستحيل انك تغطي لو درت 100 ورقه او 400 ورقه يجي طالب يقول لك يا ريت لو حطيت الاختبار الثاني، طالب مش بروف، طالب طالب ماجستير يقول لك يا ريت لو حطيت التست التست هذا الاختبار هذا او يا ريت لو جمعت الاختبارين هذين وقارنت فكل واحد عنده رؤيه في البحث العلمي. تجنب وضع المراجع الخاتمه هذه كيف ما نقول احنا الزبده بالعربي نقول الزبده هذه خلاص انت ايش ترى فليش تحط مرجع باش تدعم كلامك لا كلامك مدعوم وردي بنتائجك فتجنب وضع المراجع في الخاتمه عادة تكتب بطريقتين فقرة ونقاط، أنا سيء جدا في الفقرة في الفقرات، فقرة، أنا النقاط أحب نقطة نقطة، أرجع على كل شيء بنقطة، أو تكتب نثر نسر باراجراف واحد فقرة واحدة هذا أنا سيء دائما ما يقولوا لي لما نكتبها يقولوا لي عاود آخر شيء نجول المراجع أو المصادر المراجع والمصادر أو المراجع أو المصادر أنا مش عارف الفرق بينهم لكن أنا رأي أن المرجع المصدر هو واحد اللي أخذنا من جميع المصادر والمراجع تم التنويه بها هنا نقطة مهمة جدا حتى في البحوث الناس اللي تشرف على البحوث لازم تراجع قبل لا تسلم بحث الطالب لازم تراجع تشوف المصادر هل كم الطالب لما خذان مصدر خذيت من شعبان 2020 هل موجود في القائمة أو لا؟ مشكلة لما المشكلة مش إنه موجود لو كان سايتد ويزن ذا تكست اللي هو يكون في النص مكتوب أخذت المعلومة هذه من شعبان من شعبان أو من إيهاب أو من سلمى أو من إيمان خذيتها لكن مش حط... ما مش حطيتها في قائمة المراجع أوكي تمام موجود وين خذيت الكلام لكن أنت مهمل شوي ما حطيتهاش في قائمة المراجع تخيل لو لقيتها في قائمة المراجع وما لقيتهاش في النص وين خديت المعلومة هذه مشكلة يقول لك إذا أنت مهمل في المكان اللي خديت منه المعلومة أنا كيف أصدق شغلك فهذه المراجع مهمة جدا الناس تقول لا والله هذه المراجع لا أنت مهمل في المصدر اللي خديت منه المعلومة فكيف أنا أصدق أن شغلك كويس ما غشيتش فيه وانت غاش أصلا في المصدر اللي انت خديت منه المعلومة ما وفي حاجة ثانية اللي هي تجنب الاقتباس الذاتي، راح نجو نحكي ايش هو الاقتباس الذاتي، الاقتباس الذاتي مثلا انا شعبان نكتب أه وانا نكتب في الورقة نقول كتب شعبان قال شعبان، قال شعبان 2015، قال شعبان أه كيف ما نقولوا من يشهد العروسة وما خالته أنت قاعد تستشهد بنفسك، قال شعبان وقال شعبان وقال شعبان وقال شعبان. فهذا اللي يسموه الاقتباس الذاتي وتو تعرفوا ايش معنى تجنب الاقتباس الذاتي بعدين اختيار احدث المصادر والمراجع في نقطه مهمه هنا 70% لازم يكونوا من اخر ثلاث سنوات الا يكون الموضوع جديد مرات ما لقيت شيء الا حاجه قديمه ما خدموش عليها نسوها انت بديت تستحدث فيها مش مشكله لكن حاول دائما تستحدث المراجع الان الناس راح تقول لي انا فتحت ورقه للدكتوره سلمى فتحت ورقه أه. ولقيتها حط الدكتور إيهاب كاتبه معلومه جايبتها من الدكتور إيهاب. أوكي، اللي قدامي إيش؟ ورقة الدكتورة سلمى. آه والمرجع إيهاب، الناس تقول لك لا لازم نمشي نتأكد من المرجع، لو بديت بالعمليه تتأكد من المرجع ما عادش لأن لو فتحت الورقه اللي قدامك راح تلقاها كلها معلومات من مصادر، أنت راح تمشي تفتح علينا المصادر باش تحطهم طبعًا. وإذا وإذا حطيتها بناء على الورقة اللي قدامك تبقى أنت شاهد ما شفتش حاجة كيف أنت الورقة ما شفتهاش حطيتها فتحت الورقة ما عنديش علاقة بأي ريفرنس موجود فيها الورقة الورقة اللي قدامك هي اللي تحطها ريفرنس ما تحطليش ريفرنس بالموجود في الورقة لا هذا خلل كبير لأني فاتح هذه الورقة قدامي ونقرأ هذه المعلومات كلها نقرأ فيها من ورقة الدكتور شاكر خلاص ما عندي علاقه باي مرجع فيها، لانه هو دار لها اعاده صياغه على حسب فهمه وكتبها وحط المراجع، وانا لما ناخذ بنكتب على حسب فهمي منين خذيت المعلومه؟ من ورقه شعبان، فما عنديش علاقه باي مرجع موجود في الورقه نفسها. كتابه المراجع والمصادر زمان كانت طبعا هدك كانت هيدك. فالان اصبحت يسيره. أصبحت يسيرة وعندنا برامج مندلي ديسكتوب وعندنا انوت المندلي ديسكتوب فري تقريبا تقدر تنزله لكن عيبه لابد تحط الورق وأحيانا احيانا الاوراق بالفلوس فاهم انوت ما عندهاش مشكله انوت من جوجل سكولر بس تحط من جوجل سكولر تحط ايش اسمه السيتيشن عادي جدا هذا برامج لابد تكون عندك البرامج اوتوماتيك تنزلها بس ينزل الريفرنس في مكانه فيش في داعي بعدين تراجعها وتشوف الفورمات اللي تبيه المجله الان اصبح يصير في الشكر والتقدير شكر والتقدير عاده أن يكون الشركات الجامعات المنظمات الراعيه للبحث لكن لا يحبذ وضع الاشخاص نبي نحط انا سوري احيانا نضرب امتنا لابد نشوف من معي هنا اوكي أه مثلا خوله الدكتوره خوله ساعدتني في البحث حطيتها في الشكر والتقدير اما الدكتوره خوله تكون تكنيشن في لاب وهذا شغلها اصلا تساعدني فيش داعي نحطها في الورقه او انها دكتوره معي في الجامعه تكون مساعد اوتر ليش نشكر فيها لا نحطها فوق خدمة حاجة في الورقة نحطها فوق كور اوتر مؤلف مساعد أما نحطها في الشكر والتقدير الشكر والتقدير نحطه الجامعة أنا في جامعة قبرص وجيت جامعة بنغازي الدولية الجامعة الليبية الدولية سوري أعطوني معمل اشتغلت شكر وتقدير لقسم الهندسة المدنية جامعة الجامعة الدولية الليبية على المساعدة في البحث العلمي ولا اللي هو ولا أعطتني وزارة المواصلات أعطتني مشروع بروجكت فند قالوا لي اعمل به مشروع كل ما نكتب نكتب الفند هذا لان هذا يراه مدعوم من وزاره المواصلات والنقل والمواصلات في ليبيا او التعليم العالي او ان شاء الله يوما ما يكون عندنا فند غير يعطوكم مرتباتكم بعدين سهل جد. ما نبغى منهم فند يعطونا مرتباتنا بس تمام هنا لهنا اخر شيء في الورقه الشكوى والتقدير طبعا <applause> الشكوى والتقدير يكون قبل الريفرنسز تمام بعد ننتهي من الكتابة، الآن انتهيت من الكتابة، خلاص عندي ورقة جاهزة. أول شيء لابد أن نفحص نسبة التشابه، تلاقى الناس تقول سرقة ما سرقة، لا. الأفكار تتشابه يا ناس. تكون سارق حاجة. أي فكرة مرات أنت تفكر في فكرة الآن، تخش النت تلقاها أصلاً معمولة من 2015. يعني مش أنت الم... في 10 مليون باحث على الأقل في العالم. مش 10 هم أكثر. يعني قلت لك 10 مليون، تخيل 10 مليون. فاكيد خمسه سته حيتشابهوا في الافكار، لو ما انت اشتغلت في ونشرت شغلك تلقاه منشور اليوم الثاني. وخصوصا جماعه الدكتوراه دائما يخافوا ان الشغل نشر نفس الشغل. فهذه المشكله. تفحص البلاجريزم سيميلاريتي اندكس، عندنا ترنت uh, ان هذا البرنامج اسمه تيرن ان ولا عندنا ايدنتيتي، ثانيا الجامعه موفرت البرامج هذه تشوف نسبه الاقتباس بتاعك او التشابه اذا لقيتها. لازم انا لازم تكون اقل من 20% شخصيا انا لازم اخليها 10% يعني 90% كلماتي و10% يكون مرات تشابه او اقتباس مباشر وغير مباشر فيج يعني النسبه لازم تكون اقل من 20% ونسبه الاقتباس من مرجع واحد مثلا مش اخذت المعلومه من ورقه الدكتور ايمان تكون نسبه الاقتباس اقل من 2% اقل من 2% في المية. ما أوكي مرات تكون عشرة في المية أوكي عشرة في المية لكن نلقى نفسي واخذ عشرة في المية من ورقة الدكتور إيمان لا المفترض أني عشرة في المية ككل لكن كل مرجع أخذت منه معلومة لابد ان لا يتجاوز اتنين في المية ثلاثة ماكسيمم ثلاثة في المية كحد أقصى خلاص درنا البروف وشفناه آه الآن آه عملنا اللي هو ايش نمشوا بعدها؟ تمام طلعت اقل من 10% او 20% والمراجع كلها تمام، فنمشوا لتعديل اللغه من قبل المختص، يقول لك لا انا انجليزيتي بيرفكت، احيانا انجليزيتك بيرفكت واللغه العربيه لو نكتب لو نكتب كلمه لما الان القواعد الاملائيه اي يقول لي وين الاي؟ يا جماعه الهمزه الوصل والقطع، الجو. يقول لك لا، جماعه اللغه العربيه انا بعتها ما فيش بس وي uh, ار second لانجويج سبيكرز يعني انا تال, انا هذه لغه ثالثه ولا رابعه مش يعني عارف اللغه الترجيه وبعدين العربي وبعدين جيل الانجليز يعني اللغه ثالثه فعادي حتى العربي ما يسمع انا اتكلم بالترجي فممكن اخطا في اللغه العربيه فيجيني مختص عندي مختص نقول له صحح الكلام فتكون القواعد الإملائية صحة الكلمات المستخدمة علامات ترقيم يراجعهم واحد مختص هنا في الجامعة عاملين يعني أحسن حاجة كانوا أربع سنوات مضيتا هنا عاملين واحد بريطاني متخصص في التعديل تبعت له الورقة عندك ثلاثة أربع أيام يرجعها لك معدلة فاتحين مكتب حتى في الجامعات الأخرى طبعا موجودة الكلام هذا يعدلوا لك تعديل اللغة لأن الناس تبي يعدلوا لك اللغة ويرجعوا لك وبعدين تنشر خلاص اوكي فحصت التشابه ممتاز <تصفيق> <تصفيق> التشابه ممتاز فحص نسبه التشابه البلاجريزم اللي سمعت اندكس كويسه وبعدين درت الروفريدنج ورجعت للورد الان ال... أستاذ بس يا yeah, سوري بس جبت مية آه uh, اختيار المجلة العلمية بيل جيتس رجل معروف if your business is not on the internet then you, your business will be out of business اف you <applause> يعني إذا كان العمل بتاعك هنا للأسف ومع الأسف الحمد لله الآن الجامعات تقريبا شوف جامعة بنغازي جامعة طرابلس لا جامعة مصراتة جامعة الزاوية وجامعة غريان عملوا مجلات مجلات الكترونيه اخيرا الحمد لله رب العالمين يعني كل معقوله جامعه بنغازي مثلا عندها قسم كمبيوتر والذكاء اصطناعي للان مش قادرين يديروا مجله مجله في مجلات مش مجله مجلات في على الانترنت الناس تشوف شغلنا جامعه طرابلس مجله الهندسه المدنيه في جامعه طرابلس بعد ما ولدت بثلاث سنوات داروا المجله واليوم مازال زال كاتبين لي أسرة التحرير وأمينة السر لليوم في الموقع وكيف تسلم بالإيميل مي ما أعرف كل ما تشوف حاجة يزيك والله أنا مشكلتي كل ما نشوف حاجة أنا على طول المقارنة لليبيا ليش؟ احنا ليش؟ ومن ناس جاية من أمريكا من زمان قبل أن نولد بروفات راجعين من أمريكا بروفات جايين من من بريطانيا أنا إيش عارف إيش الخلل يعني ما للآن دائما أسأل إيش الخلل ف يعني س... مجلة مجلة زهرة الخليج ومجلة سيدتي والله لا توصل لغاز ها آه هو اخر ليبيا صحراء آه في الصحرق. نص الصح ومعقوله مجلة جامعة طرابلس ما ما ظني يقراها الا اللي دار التحرير ولا اللي عنده ورقه نشرها فيها دور وين العدد باش يترقى فمشكله كبيره if your business not online you have no business you have no business ف لازم لازم لما تدير شغل انت كملت الورقه وكل شيء جاهز تدزها لمجله ما يشوفش فيها الا اللي حررها او انت تبي الترقيه تمشي تقول وين المجله الله المستعان فهذه دور النشر البابلشرز المتوفره عاده انا نعم هذا المشجرة كيف ما نقول احنا والحصان احنا نقول والفانوس الالسيفير والشبرينجر لان المان هولندي هو شبرينجر تارون فرانشيز وعندنا سيج وعنا اي ترابل اي ويلي ساينتيفيك نت ام بي دي اي وهنداوي هدينا دور النشر يعني في الاف دور النشر لكن هذين المعروفات ممكن الاكاديمي العالم الاكاديمي وهل كل ما يظهر فيها اوكي انا شفت واحد نشر لي في هالشجره هذه من سولس ال لست وحيدة ولا مش عارف بالاسباني ال سي في هذه ال سي في ولا سبرينجر اي حاجه طلعت فيها معناها اوه واو نو لا تصنيفات احنا جايين اوكي okay. دور النشر الموجوده الان الببلشرز البابليشز الببلشرز حختار مجلة هذا يحتوي على مئات المجلات هذا مئات إذا كان مش ألف خلينا نقوله مئات هذا عنده مئات المجلات مئات المجلات مئات هذه عشرات المجلات هنا عشر عشرات أو مجلات هنا هنا مئات المجلات هنا مئات المجلات فأنت الآن عندك ورقة جاهزة بتختار دار نشر وتختار مجلة فإيش هي أنواع المجلات العلمية أو سياسة النشر في المجلات العلمية عندنا المجله اللي نقول مجلات مجانيه يتحمل الباحث التكلفه عاده ما تظهر باسم open access. open access ايش فائدتها متاحه للقراء سوري الجيم زائده ما يعني زياده عدد الاقتباسات مفضله في حاله الجيم هذه تبع وجود وجود الدعم المالي مفضله في حاله وجود دعم المالي متاحه للقراء فيزيد لك عدد الاقتباسات الناس تستشهد بيك قال فلان قال فلان مفضله في حاله وجود دعم مالي عندي مشروع الدوله اعطت الجامعه انا اخذت فند خمسين الف دينار فلا بس ندفع حتى عشرة الاف دينار عادي هذا اصلا عاطين لي, لي البند بتاع النشر مرات عطيني عشرين الف يقول هذا بتاع النشر عشرة الاف بتاع المواد خمسه بتاع معامل مقسم البحث العلمي عاده يريد يعطوا حتى للي يساعدك عندك حد بيساعدك تلقاه في بند مثلا أعطوه 1000 ألف دينار 2000 دينار لساعة بند من بنود هذا ما يسمى بأوبن أكسس تشوفوا هنا مثلا The article publishing charge عادة نسموا فيها ABC for this journal is uh, 3780 دولار من بي من بي جي. هذا مرتباتنا uh, مرتباتنا في ليبيا خمس مرات صح من بيدفعن في ورقه لكن لو فلوس عندي فلوس الدوله عطيتني فلوس اعطيتني 100 الف للمشروع خلاص ما تقول لي 20 الف هذينا متى 10 الاف دولار هذينا بتاع النشر فأنا عادي طق أف... على طول ندفع خليها اوبن اكسس باش الناس تاخذ لي كارت باس طبعا الموقع الروسي مش مقصر انواع المجلات الثانيه اللي هي سبسكريبشن غير مجانيه ويتحمل القراء تكلفتها أنا انا نبي ناخذ مجله لازم ندفع سبسكريبشن يعني عاده ليش الاشتراك هذا المكتبه تبع الجامعه تكون مشتركه المكاتب تبع الجامعات هنا نمشي المكتبه نفتح المكتبه ننزل الورقه ليش لان جامعتنا تدفع كل سنه رسوم في ساينس دايركت بس تجينا الورقه احنا مجانيه اي جديد يجيك مجاني او تشريها ما عندك هذا ما فيش تشارج انت نو اوبن اكسس يعني انا كمؤلف ما راح ادفع فلوس راح ارسلها الناس اللي تقول لا احنا نبغوا فلوس باش ننشروا والمجلات من لا لا المجلات عليك انت تبدي مجله تدفع فيها فلوس تبدي مجلات وفي مجلات قويه جدا نص المجلات الكيو 1 كيو 2 مجانيه القويه مجانيات غير جيب لنا شغل فيه كواليتي فقط غير متاحه للقراء ما يعني تقليل الاكتسابات مفضله في عاده في حالتنا احنا المفلسين مفضله تكون في عاده في عدم وجود دعم المال حتى لو عندي فلوس ما راح ندفع ما دام مش تحت ال من في اللي يدفع كطالب مضطر يختصر الوقت يقول لك لا انا ندفع 2000 دولار ولا نقعد سنه نستنى في لهذينا لان الريفيو تبعهم سريع شهر مرة ما عادي تقعد انا عندي مجله لليوم في كيو 1 ثلاث سنوات نستنى اندر ريفيو الان ثلاث سنوات انا خليتها نشرتها في مكان ثاني لكن خليتها نشوف متى بيردوا علي لليوم ثلاث سنوات ومعاه زال ما ردوش علي ف هذه هي سياسة النشر في المجلات، اوبن اكسس وسبسكريبشن. واحيانا في نفس المجلة تلقاها فيها اوبن اكسس subscription يعني هذه مجانية، هذه تدفع لهم فلوس يخلوها باسمك، وهذه ياخذوها منك ويبيعوها للناس بالعربي، في كلتا الحالتين أنت طالع بلا شيء، هم اللي بيستفيدوا في كلتا الحالتين، دار النشر المجلة. فالآن كيف ما قلت لكم، اي حاجة طلعت في الويب اوف ساينس مثلا ولا طلعت في ال سي ولا طلعت في التايرن فرانشيس، الفانوس او الحصان هل هي مهمة؟ لا، لازم نشوف التصنيف المجلات العلمية في العالم الاكاديمي ايش تصنيف المجلات العلمية؟ عندنا مجلات دولية عندنا مجلات دولية لكن وفي هذه عادية تنشر فيها تلقاها عادي ما عندها اي اندكسنج عندها اندكسات مش عارف ايش تلقى اندكس واندكس لكن العالم الاكاديمي يهمنا أنا كلهم من انترناشونال يهمنا هذا التصنيف سكوبس وشبكه العلوم خصوصا شبكه العلوم الان لو تقدم على وظيفه الان في اي جامعه يشوف ما عندكش هذه ما راح يقبلك للاسف حاولنا انا من جيت حاولت لليبيين هلبا لكن يقولوا لي هذا ما عندهاش الويب اوف ساينس كيو 1 q 2 q 3 كيو 4 اي ويب اوف ساينس هذا ما عندهاش المقدره على البحث في ما نبوه فلازم ويب اوف ساينس فدائما انا اقول لهم لازم تنشروا لي واحده او اثنين اوف ساينس وظيفه يقول لك انا نشرت في الاي ترابل اي باهي وبعدين اي ترابل اي اوكي نعرف ان اي ترابل اي منظمه هي ما هيش تصنيف منظمه يعني مؤتمر تحت الاي ترابل اي اي منظمه اوكي ما. ايش تصنيف المجله اللي راح تنشر فيه في المؤتمر ايش تصنيفها هذا التصنيف مهم جدا حنجي للتصنيف الان التصنيف طبعا اللي هو أه انا أحط الشاشه على الموبايل بس لو حدث اي خلل فهنا الاسكوبس ليش انا حبيت نوضح الرؤيه الان بوريكم فضايحنا في اخر سلايد فضايحنا احنا, احنا انتم في الصحه خصوصا في مجال الصحه تقريبا او علوم الحياه ماني عارف حنوريكم يعني بس ناخذ بالنا من اللي جاي فالسكوبس هذا الموقع الرسمي يجيك مجلات مفترسه واحد صيني دائما يكون او باكستاني او هندي، الهنود هم اللي فالحين في القضيه هذه يدير لك مجله ويقول لك تصنيفها سكوبس. لو ضغطت على العنوان سكوبس في المجله يا سلام يطلع لك سكوبس ويطلع لك تصنيفها ويطلع لك كل شيء، طبعا هو وهمي هو معدل كل شيء من المجله. لكن وين المشكله؟ المشكله ما يقدرش يخش هنا ويفتلك سكوبس. فتمشي للسكوبس تضغط على السورس انا السورس يطلع لك البحث تبي مجال الدراسة والعنوان دار النشر الرقم الدولي للمجلة تحطها هنا تضغط عليه مثلا هذه Construction Economics and Buildings آه. تضغط عليه تطلع لك آه. قال لك Open Access من هنا Open Access تضغط عليه يطلع لك من متى كانت في السكوبس كفر سكوبس كانت من 2015 ل 21 طبعا لاني يعني خذيتها قديمه الان هل مع موجوده او غير موجوده مانيش عارف انا خليني قبل لا ارجع لهذه قريبا انا اوكي سكوبس هذا السكوبس خليني اخذ اي مجله من مم. خليني اخد اول مجلة بريتش فاندمنتال انترناشونال جون اوف تكس كورس تكس تكس خليني اشوف اذا اوكي تمام هنا هنا البحث اللي قلت عليه اوكي okay. واضح تقريبا اللي قلت لك التايتل انا راح اكتب التايتل لو تبي الاريا تحط الاريا راح احطها هنا انترناشونال جورنال نبي نتاكد مشيت للموقع لقيتها هذه علم السموم ولا مش عارف ايش علم السموم الله اعلم اذا كانت علم السموم لا نقول له فايند سورس على طول اعطاني 12 نتيجه كلها فوج التسمم الغذائي وحاجه لا بندور على اللي نبيه انا، هاي انترناشونال جورنال. هذه تاع علم السموم. اوكي. Okay. انا طلع لي على طول، كيف ما تشحنتم؟ آه ال ال الناشر بتاعها الببلشر هذا دار النسل اللي هو سيج أمريكية تقريباً، مش عارف تقريباً أمريكي وبريطاني. هذا آه، الاسم وقال لي من 1982 ما شاء الله، قبل لا نولد. ليه الآن؟ 1982 للان موجوده في السكوبس. هل تبي تشوف السنه اللي فاتت شنو صاير فيها؟ تنزل تحت تشوف اهو آه آه. هذا السكوبس كونتنت كفرج هذه علامات السايد سكور تبعها الاس جي ار يقول لك 2022 نشروا 22 2022 نشروا 14 ورقه تبي تشوف اضغط عليها تطلع لك اللي ناشر الاسماء الاسماء الاوراق تبعها تمام هذا بالنسبه للسكورز آه... هذا بالنسبة للسكوبس فتشوف انت وين بتنشأ اه اوكي تأكدت انها تحت تصنيف السكوبس هذا الموقع باين www.scobus.com/sources.uri انك ترسل بس تشوف الورقه يقول لك سكو بس لا لا ما تصدقهاش لا تصدق اي ورقه سواء كانت قويه مش ضعيف يعني انا ممكن في غات في غات قاعد في الصحراء غاد في اكاكوس ندير لك المجله الامريكيه لعلم السموم انا المجله الامريكيه نتصل بصاحبي في امريكا يسجلها لي بس ناخذ الستاند نمبر وانا قاعد في غاد ما فيش حد يقول لي لا انت قاعد في غاد كيف دا المجله الامريكيه المجله البريطانيه لعلم العقاقير قاعد في غاية مستريح نخيل بين نخيل وانت على طول تخش تقول ما شاء الله 200 دولار 300 دولار النشر فيها قوي وتدفع لي خم... وعادة نخليها 60 دولار آه رخيصة ما شاء الله أمريكية فايش إيش ينفع ما فيش تصنيف هي مش سكوبس أنا بس ندير لك وهم هذه تونجون المجلات الوهمية هذه شبكة العلوم مهمة جدا وفيها تصنيفات الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3 في حتى في السكوبس Q1 لكن أنا الحقيقة ما نفتحش في ذاك السكوبس لأن ما ندورش في ألبا فهذا اللي ندوره فيه شبكة العلوم شبكة العلوم شبكة العلوم اللي هي Web of Science تنقسم إلى خمس أقسام كانت رئيسية Science Citation Index معروف بالـ SCI اللي هو مؤشر اقتباس العلمي Science Citation Index Expanded مؤشر اقتباس العلم الموسع او توسيع مؤشر اقتباس العلمي معروف بال SCIE وعندنا السوشيال ساينس سيتيشن اندكس اس اس سي اي مؤشر اقتباس العلمي الاجتماعي وعندنا هيومن ارت سيتيشن اندكس اللي هو اتش اي سي اي اللي هو مؤشر اقتباس للعلوم الانسانيه والادبيه واخيرا استدح... استحدثوا Emerging ساينس سيتيشن اندكس قبل ثلاث سنوات او حاجه ايمرجنج او خمس سنوات Emerging ساينس سيتيشن اندكس اي اس مؤشر اقتباس العلمي المستقبل وحولوا هذا قبل ثلاث سنوات حذفوا مؤشر اقتباس العلمي اس اي بعض الجامعات في قانونها لازم تنشر عندنا الترقيه السي اي فلما حذفوه قعدوا في مش قعدوا في مشكله القانون يقول لازم تنشر اس تي اي اس اي ما عادش فيه فقعدوا حاولوا القوانين من جديد ما قالوش لا معناها تحولت اكسباندد كلها لا قالوا المكتوب اس اي في القانون اللوائح فقعدت مجلس الجامعة وعاد صياغة القواعد قالوا السنة الجاية راح نغيروا قوانين لأن هذه تغيرت فهذه تغيرت من ثلاث سنوات حذفوها أصبحت كلها هيك وفي Q1 Q2 Q3 Q4 تقريبا حطيت الكيوات أنا حطيت Construction and Building Materials uh, Journal Citation Report Category هنا بتاعها في Construction and Building Technology Q1 في Engineering Civil Q1 في Material Science Q2 كيو uh, 2 ايش معنى الكيو؟ معناها عندنا سبعه في construction building technology عندنا 67 مجله 67 مجله نقسمهم على اربعه 67 مجله نقسمهم على اربعه على أربعة أربعة اول المجلات 67 تقسيم اربعه يلا حتى الجدول الضرب نسينا و 100 هنا ترتيبها 7 من 167 مجله هذه ترتيبها 7 من 137 مجله صح؟ وهذه ترتيبها 86 من 334 مجلة موجودة في الماتيريال ساينس فكان ترتيبها كيو 2 هي في الربع الثاني في الربع الثاني دائما قسم العدد 137 على 4 334 على 4 فتلقى مثلا لو عندك 20 مجلة قسمها على 4 أول 5 مجلات حيكون كيو 1 بالإمباكت فاكتور طبعا هنا يحددها الإمباكت فاكتور عالي بتاعهم أول 5 يكون كيو 1 وثاني من 6 ل 10 يكون كيو 2 من 10 ل 14 أو 15 يكون كيو 3 من 16 ل 20 يكونوا كيو 4 هذا الكيوات مثلا هذه ايضا Journal uh, of Materials and Civil Engineering هذه كيو 2 كيو 3 كيو 3 سو so هذه كيو 2 لان عندها ثلاثه واخذين الافرج هتكون كيو 3 هذه Advanced Materials and Civil Engineering كيو 4 كيف نعرفه؟ حنجولي هذا هذا الموقع كيف نعرف انها في الويب Web of Science هذا الموقع أني أجاوبهم الموقع. على فكرة الصبح هذا الاسكوبس مبدئي حطيت أسماء أسماء الدكتورة اللي أعطت لي الامبتيشن تبي تعرف أنت الاسكوبس مثلا اه الاسكوبس الدكتورة بوخطوة هنا تحط الاسم وبعدين ال ال الت اسمها Surname بعدين النيم. بتشوف. آه آه حتشوف هتشوف اللي كانت موجودة كم عندها Citation كم عندها co اوتا Citation عندها ال عادي الأول هذه في 2010 عندها 41 Citation في 2010 2009 هذه تقريبا شكلها during ال PhD ولا الماستر 2006 أيضا 62 Citation قصقصه احنا نسمو فيها هذه اربع ارتكالات موجوده في السكوبس 126 سيتيشن عند الاتش اندكس في السكوبس اربعه عادي بتشوف الكو اوترز من موجود كو اوترز جينر ووز وسانج وكوبر وحكيمه وارافيا هذيلان شكلها هذة الكو اوترز تبعهم لكن حتى العنوان ما تغير ستوري يعني للقصد الكينج كوليش لندن واو ما شاء الله آه، هذه ترتيبة 35 الثالث تقريبا في بريطانيا الان 35 على العالم لندن يونايتد على لندن بشكل الثالث على لندن و 35 على العالم في الكيس العنوان ما تغير ما زال سوري <applause> آه، وصلنا للويب اوف ساينس خليني ناخذ اي مجله هنا اوكي كلينيكا فارماكولوجي اند ثيروباتكس كلينيكا فارماكولوجي اند ثيروباتكس تقريبا ثيروباتكس او ثيروباتكس علاج طبيعي ولا ما اعرف على العمود، نحطها في ال... هذه ال هذه ال... هذا الموقع MGL ماستر جورنالست لكن اكتب بس MGL ماستر جورنالست MGL clarifet.com MGL clarifet.com حنحط المجله هنا هذه هي clinical pharmacology and therapeutics ندل سيرف حتطلع لي تصنيفها ايش الدكتور عندنا لازم لازم ينشر لنا واحدة في الويب اوف ساينس مش الـ emerging، emerging آخر واحدة لا، لابد تكون ساينس سايتيشن اندكس اكسباندد، ما تتخرج دكتوراه إلا آه وأنت ناشر هالكلام هذا، هالك. فطلعت لي طول، أنا كطالب ولا كدكتور ندور فيها كلينيكال فارماكولوجي اند، أنا أعطيك التصنيف بس، ويب أوف ساينس كولكشن، قال لي ساينس سايتيشن اندكس اكسباندد، اللي هو اللي قلت عليه هذا ساينس سايتيشن اندكس اكسباندد لأنه لغة هذا، تبي تشوف الكيو بتاعها لابد تكون مشترك في الجامعة لابد تكون الجامعة بتاعك عندك هذا الويب اوف ساينس في الجامعة أنا لأني فاتح من أنا قاعد في الحوش لكن فاتح في الجامعة ساكن في الجامعة في فعندي انترنت بالكيبل فنخش على طول هنا نضغط عليه لما تشوفها زرقاء معناها عندها كيو 1 كيو قصدي مش كيو 1 الكيو وين كم مجلة عندنا 276 في الفارماكولوجي هنا فارماسي والفارماكولوجي الصيد الأدوية أو علم ولا ما أعرف ولا العموم ما شاء الله الامباكت فاكتور بتاعها 6.8 عالي جدا يعني وهي كيو 1 كيو 1 هذه مجانيه للناس اللي تبي تنشر بس تدير شغل امثله الهندسه الـ الـ الهندسه سيفل انجينير تعالك فقط اكتب سيفل انجينير سيفل اوكي Civil Engineering، أعطيها وأعطيها طلعت لي Civil Engineering Science Citation Index Advanced in Civil Engineering Citation Index uh, وإيش هذا؟ Emerging دوانا ندوره بالوحدة Civil Engineering، خدها copy هادي Q1 مثلا عنا International Journal of Chemical هادي نفسها إن هي نفسها، لا مش نفس تضغط عليها Q4 ليش؟ لان الامباكت فاكتور بتاع واحد فاصل لو جينا حطينا سيفل انجينيرنج هنا البحث بتاعك ليش؟ سيرش انا بدي نلغي هذه هذه سيرش تنزل تحت هنا هذا حد سوق جديد بتحط لي ها. هذه جورنالات

جيولوجيكا كيو 2 في الجيوتكنكس الناس اللي في التربه كيو 1 تنشر فيها وانت مستريح ستراكشر يا جماعه اللي في ستراكشر 3.3 كيو 2 انجينيرنج سيفل كونستراكشر اند بيلدينج تكنولوجي ايش ثاني؟ هذينا كلها مجانيه جورنال اوف جيوتكنيكا قلنا عليها جورنال اوف ماتيريال سيفل انجينيرنج اوكي يعني الان عندي جورنال شفتها هنا مثلا ايمرجينج هذه تحطها مثلا ناخذها كوبي نحطوها في مكانها انا من الهندسه لكن أتكلم على الصيدله انا تقريبا الناس اللي جايين من الصيدله وليس عارف يعرف آه. اوكي شكلها مش موجوده او حول هذا اولا International Journal of Engineering Education Q4 and an Impact Factor 0.9 أنا كنت ندور على العموم كل ما تكون الورقة الزرخ عندها هذه هذه Advanced Science Letter Q2 كل ما تكون طالعة باللون الأزرق يعنيها عندها Q المجلة لما تكون طالعة باللون الأزرق عندها لما تكون باللون الأسود معناها ما زال Emerging Emerging اللي قلت عليه خليني نرجع آه هذه الايمرجينج هذه اي كلام اوكي انشر فيها لكن يعني مش بسكوبس لسه للسكوبس افضل والمهم هذينا اي مكان تقدم فيه في العالم الان تبي بوست دوك يشوفوك عندك هذينا اوكي ما عندك هذينا يقول لك يا زايد اخ تكلمنا على الكيوان 1 كلها في الهندسات هذينا كلها مجانية على فكره تكلمنا على هذا مثلا civil engineering تمام الخطوة اللي بعدها اختيار المجلة العلمية نختلف طبعا إذا أنا عضو هيئة تدريس أو طالب يختلف طبعا إحنا تكلمنا بالعام ممكن مانيش عارف أنا أعضاء هيئة التدريس الموجودين معي حتى ولو كنت في الاي تي مثلا هذا مثال على الاي تي، انا نحكي بشكل عام اهم شيء انت عرفت الموقع، عرفت الموقع وعرفت التفاصيل، بكره تقدر تخش سواء كان تخصصك صيدلة، سواء كان هندسة، سواء كان محاسبة، سواء كان اقتصاد، تقدر تخش الموقع وتكتب اللي تبيه، تدور تخصصك، اكتب التخصص بس في الموقع يطلع لك. مثلا هنا في جماعة الاي تي عندهم المجلة هذه اي ترابل اي اكسس، وكيف ما قلت لكم لو كان الاي ترابل اي تصنيف ما دخلوا في التصنيفات وداروا مجله هذه معروفه الان 3000 قالوا لي زمان انا درت 1850 فكيف نختار المجله العلميه لو انا الان مثلا اللي دزيتها عندها ثلاث سنوات انا عضو هيئه التدريس ما تفرق معي هل لكن لو كنت طالب دكتورة او ماستر لازم تتخرج بورقه تفرق معك هلبا الموضوع يفرق فقوه الورقه اول سوري أول عنصر اللي هو قوة الورقة قوة الورقة من يقول أن الورقة هذه المشرف مش الطالب قوة الورقة أما الطالب مثلا يكتب الورقة المشرف مرات عنده هلبة طلقة. عندي عنده هلبة طلبة أنا كان عندي عشرة ماجستير وخمسة دكتوراه ما عندي وقت باش بجن... نكتب هو يكتب ويجيب, ويجيب ونصحح له ونرجع له بعدين نقول له توا وين الدزة لازم نقول له دزة المجلة الفلانية قوة الورقة بعدين تصنيف المجله، تصنيف المجله هل هي سكوبس، هل هي ويب اوف ساينس، هل هي متطلبات الجامعه تخرج او لا، هذا ايضا يشوفها الطالب ويتاكد منه المشرف، المشرف والطالب يتاكدوا منه هم الاثنين، الطالب يقول يقول له شوف لي المجله هذه تصنيفها وانا نشوفها، لان لو نشرناها في مجله غير تصنيف المطلوب ما راح يتخرج الطالب، وضيع شغله وما راح يتخرج. معامل التاثير الامباكت فاكتور عالي ولا طبعا لما يكون عالي عاده هذين الناس مثلا زي اللي من بدري سته سبعه يبوا هاي كواليتي. يبوا شغل شغل مش اي كلام يبوا شغل ويبوا انجليزيه تكون كويسه وكل شيء يعني شغل مع لغه فاللغه احنا ندزوها الاختصاص انا ما نجيش لمجله انا تخصصي آه عن العقاقير مرات ندزها للكيمياء او ندزها انا تخصصي اسفلت ندزها لمجله جيوتكنيكال زي اللي مبدري تربه انا نضيع في وقتي ماهيش مختصه بعد شهر يشوف علي يرد علي يقول لي اوت اوف لازم تشوف الاختصاص يشوف الطالب او يشوف الدكتور مده التحكيم كيف ما قلت عضو هيئه التدريس مرات يبي يترقى يقول لا نبي مج... شوفنا في المنبر وشوفنا في الملتقى نبي نترقى نبي مجله سريعه مده التحكيم وعدد مرات النشر في السنه مش مهم هلبا عادي احنا مره قبلوا ورقه في 2020 قالوا لنا راح تنشر في 2022 كيف طلعت الشهر اللي فات 2022 شهر واحد طلعت مقبوله من 2020 فهذه انا المعايير اللي نقول فيها اختيار مجله فعندنا مثال مثلا جماعة الاي تي اي ترابل اي اجين نقول لكم ان اي مش اي حاجه تطلع في الاي ترابل اي معك هذه اوكي تو نشوف تصنيف اي ترابل بي اكسس هذه مجله ملتي ديسبينري اوبن اكسس جورنال متعدده متعدده في شنو مش يعني معناها الطب نرسل متعدده مش معناها الطب مش معناها الهندسه الاسفلت لا متعدده في معهد الكهرباء الكتروني الكتروني انستيتيوت اوف الكترونيك الكتريك انجينيرنج في هذه الالكترونيات والكهرباء صح في الكمبيوتر والكهرباء والالكترونيات اي شيء تديره في ترسل المجلة هذه جورنال اوبن اكسس اوبن اكسس عرفتوا التصنيف البوليسي معناها راح ندفعوا فلوس اوبن اكسس معناها راح ندفعوا فلوس في المجله سبمشن تو بابليكيشن هذا الريفيو مده التحكيم 4 لستة اسابيع الان أقل من أربعة ثلاثة أسابيع للدولة. تبي كلمة معناه؟ topics all topics. الاختصاص أنا all topics in IEEE. travel كيف ما قلت لهم Institute of Engineering. electric and electronic Engineering تقريباً أكيد من إيش عارف. Average rate of 30%. في Model بين رأي بين review إيش معناه؟ في blind review وفي بين blind. blind review تدز الورقة بدون ما تعرف منه الورقة اللي تبع الدكتور إيمان تبع الدكتور سلوى تبع الدكتور إيهاب تبع الدكتور حو ما تعرفش يحولوا البيانات هنا بين ريفيو يدزوها كيف ما هي هذا معروفة جاية من شعبان معروفة جاية من الدكتور إيمان معروفة جاية من الدكتور إيهاب الدكتورة خولة هذا كله معروف من جاي جامعة بنغازي أو جامعة دولية أو جامعة بنغازي أو جامعة طرابلس يعني كل البيانات موجودة بعدين هنا ارتكال بروسنج تشارج يقولوا لك راح تدفع 1850 بعد ما تقبل الورقه. الناس يقول لك لا بتاع الفلوس ما تنفع، لا هذه تعرف لو فيها تعديل يردوا لك يقول لك سلمها من جديد، ما يقبلوش تعديلات. يعطوك تعديلات يقول لك لا هذه مرفوضه برا عدل وسلمها من جديد. تعديلات انا لو عدلوا تعديلات يقول لك مرفوضه الورقه برا عدلوا وبعدين دزها من جديد. فالاندكس انفورميشن مهمه للطالب ايضا هنا عنا اهم شيء اللي هي ساينس سايتيشن اندكس وسكوبس وإكس... في نفس الوقت ساينس سايتيشن اندكس وسكوبس آه... الان قالوا لي اصبحت 3000 دولار احيانا تقول الطالب يدفع موفد يدفع 3000 دولار بعد اسبوعين تجي الورقه يشوفها اكسبتد ولا لا بعدين يدفع 3000 خير ما يقعد يستنى زيي ثلاث سنوات مجانية صح تطول المجانيات عادة ما يطول هذا بالنسبة لاختيار المجلة هنا ايضا عنا تسليم المجلة الان ارسال الورقة العلمية كيف ما قلت لك متى عندنا كلينيكال فارماكولوجي هنا ثيروبيتكس تقريبا هذا العلاج الامباكت uh, فاكتور بتاعه واضح تمشي للسميت هنا اي مجلة هنا احكي على العام اي مجلة سميت هنا تمشي لسميت ان ارتيكل تضغط عليه تطلع لك ال انت جديد لازم تدير ريجستر لازم تدير ريجستر تسجل وتتبع البيانات بعدين يطلع لك في البورد تبدا على ال... تبدا التسليم تسليم تو نجول التسليم كيفيه هذه بس اه... ريجستر بعد يكون عندك حساب يكون عندك حساب في المجله صح فاول ما تفتح حساب مثل البنك تفتح حساب بعدين تقعد تحط فيه اموالك نحب انا تفتح حساب في المجله لا بد تفتح حساب اه... بعد تفتح حساب في المجله هنا وين تبدا ترسل الورقه داخل المجله او تفتح حساب تحط بياناتك وتدير كونتينيو وتتبع التعليمات بعدها تقرا لازم تقرا الاوتر انستراكشن هنا وانا في الريفيو الاوتر هذا المؤلف آه. ايش اسمه زي المانوال جايد لازم تقرا التعليمات كيف راح تسلم كيف الفورمات وكيف كل شيء ففي ارسال الورقه عاده التبكال الرساله العادي عاده انك المخطوطه الرئيسيه من مانسكريت هذه الورقه العلميه تخليها تحضرها في ورقه في ملف بروحه، صفحه المعلومات، معلومات المؤلف بيج في حاله ايش؟ قلنا في حاله ان الريفيو يكون انونيموس، ما تعرفش جايه منين. جايه منين عرفت؟ حتى حيطلبوا منك تايتل بيج، بدل لا تحط بياناتك فوق هنا بتحطها في ورقه العنوان. هنا تايتل بيج هذه تحط العنوان وتحط اسمك والمؤلفين والابستراكت وكذا، تحطهم في ورقه بروحهم. بعدين كفر ليتر، كفر ليتر بس تقول اني اراه الورقة هذه ما ارسلتهاش إلى أي مجلة بس سهلة جدا هذه الورقة أنا to the editor of journal هذا إلى المحرر الرئيسي لمجلة كذا أنا فلان الفلاني المجلة نعاهد أن الورقة هذه ما دزيتهاش لأي مجلة وما هيش تحت النشر وتوقع وتدزها تكتب اسم العنوان المجلة الورقة بتاعك وتدزها للمجلة ملف الأشكال عادة ما تخليهمش الأشكال الأشكال تخلي الكابشن بس عنوان table 1 تيبل 2 وعنوانها وتخلي الملف بروحه في ملف بروحه تخلي الاشكال وفي ملف اخر للجداول تيبلز بعدين تجهز اثنين او ثلاثه محكمين هنا الشباب يديروا في تريك مثلا انا نعرف الدكتور ايمان من جامعه بنغازي انا قاعد في جامعه شرق الادنى نحطها ما عندهاش طبعا ما الناس عمل مشترك لازم يكون ما الناس عمل مشترك لان العمل المشترك يبين علاقتك بي الواحد هذا التريكس يديروا فيه الناس يعني يعني ما هيش اخلاقيه ولكن اي تريكتات يديروا فيه يدزل تجي عند صاحبه صاحبه صح ما يرفضها لكن يدير لها ريفيو للامانه للامانه العلميه يدير لها ريفيو انا عاده ما ارفض اي ورقه للأمانة يعني اعرف الطالب اشتغل وشغل جاء والطالب تعب او المشرف تعب والطالب تعبه يعني وفي الاخير من المستفيد المجلات احنا مش مستفيدين فليش نرفض الورقه نعطيه تعديلات سواء كانت تعديلات جوهرية وتعديلات تعديلات لكن عادة مقبولة عندي ديمة مقبولة الورقة مع تعديلات حتى لو كانت تعديلات قوية لكن ما نرفضش الورقة تمام جهزت كل شيء الآن فتحت حملت حساب وفتحت حيطلب منك الأول شيء منسكريبت سميشن هذه الخمسة خطوات اللي راح تكون فيها إرسال الورقة هنا المطلوب من المؤلف الرئيسي سواء كان المشرف أو الطالب أو أي واحد المؤلف. قراءة وفهم القواعد الإرشادية تحضير الورقة بناء على التنسيقات الواردة في القواعد الإرشادية ثم إرسال الورقة موقع عبر موقع المجلس عبر موقع يعني أنت تقرأ إيش الفورمات المسافات الخطوط كيف يبوا كيف يبوا الشكل كيف يبوا الجدول إلى ذلك بعدين نوقفوا شوية ولا تعبت استمر ولا لا لا نستمر دكتور نستمر ما تعبنا مستمتعين بالمحاضره تفضل ف... اوكي Thank you. آه فانت فهمت كل شيء الفورمات نقول له اوكي طلع اسم جديد مؤيد الهوني هو المؤلف الرئيسي لهالورقه هذه بيرسلها اول شيء بيفتح <applause> بيفتح القواعد الارشاديه مؤيد الدكتور مؤيد راح يفتح القواعد الارشاديه ويقرا كل شيء التنسيقات الحجم الخطوط طبعا هذا لو كان عنده طلبه ما الدكتور مش فاضي يدير لك يعني دزها لاول طالب طلبتك دزها قول هذه ورقتك ديرها اقرا وكل شيء ديرها ودزها لي تمام اذا كان انت اللي دايرها مع دكتور اخر خلاص هذاك اللي دايرها يقرا ويدير حسب التفاهم تدير الفورمات انا ضعيف جدا في الفورمات دائما عندي مشاكل ف رئيس التحرير رئيس يبدي صبر الفورمات رئيس التحرير بعدها الفحص المبدئي خلاص دكتور مؤيد كمل كل شيء التنسيقات حيدزها للمجله دزها ودار سميشن كل شيء تمام حتوصل لرئيس التحرير الايديتور ولا الايديتور ان اول شيء بيديره الفحص المبدئي اول فحص حيفحص التنسيقات الفورمات ومدى ملاءمتها ومدى ملائمه الورقه للمجله اول شيء الفورمات بعدين هل هي في التخصص ولا لا هذا بعدين الفورمات لو درت حاجه غلط راح يرجع لك الورقه للسميشن، يقول لك برا خش من جديد، عدل هذه ودزها لي من جديد، ليه تكون 100% او 95% خلاص بعدين يشوفها اه كويس، هذه المجله مختصه بالتربه، الورقه مختصه بالتربه، تمام، بعدين حيفحص نسبه التشابه باللاجريزم، القاها 40 ريجكت طول 30 25 30 40، حيقول لك نظرا لان البراغريزم عالي في الورقه فرفضتها مباشره مرات يقول لك عدلها وارسلها ومرات يقول لك ما عاش ترسلها لي هذه الورقه فيتصل الاتصال بالمؤرخ هذا رئيس التحرير حيكون هو المتواصل معك والايديتور ولا ايديتور اللي يستلم الورقه حيقدم لك تقارير مرات يقول لك والله لقينا ريفيور يدز لك ايميل لقينا ريفيورز الريفيور تم تو نرسلوا لك عند الايديتور الورقه قاعده عندنا حنرسلوا لك الريبورت عجباته انا الباب الاول كيف ما نقول قلت بسم الله فتحوا لك الباب خشيت الصاله هانا تمام امورك تمام قاعد ولا في المرفوعه قاعد امورك طيب ما زال عجبت رئيس التحرير راح يرسلها للمرحله احيانا ترفض من هنا اذا خالفت اي شيء هنا ترفض من هنا المرحله الثانيه هذا سيء طبعا بعدين توصل للم... اوكي عجبة المحرر الرئيسي دزها للتحكيم التحكيم بير ريفيو حيشوف المحكمين حيدز الورقة، الم... الورقة المحكمين راح يحكموا الورقه من حيث الاصاله واللغه المكتوبه ايش هي التي تبعها اللغه المكتوبه حيقيموا النتائج اللي تحصلت عليها لانهم مختصين وأسوأ شيء يجيك طالب مش دكتور طالب دائما يقرا مش زي الدكتور دكتور مشغول محاضره طلبه بحوث يقرا بحوث طالب ما عنده شيء يقرا بس لو جت لي الطالب مرات عنده متخصص عنده اسئله في راسه يدفهم لك يقول لك خلي هذا يدور لي الحلول صح ولا يقول لك خلي يدور لي الحلول فيشوف النتائج كيف وايضا تحديد القرار النهائي القرارات حتكون مقبوله صعب جدا تكون مقبوله بدون تعديل والتعديل تعديل طبعا في تعديل طفيف وفي ماينر correction وميجر correction تعديلات جوهريه وفي reject الرفض في حاله الرفض آه. السلام عليكم هنا وعليكم السلام تمت في المرحله في حاله التعديلات حتى المؤلف والمؤلفين تعديل الورقه وفقا لتعليقات رئيس التحرير، مرات رئيس التحرير يعطيك تعليقاته دائما او نائبه والاجابه على تعليقات واسئله المحكمين. المحكمين اعطوك 20 سؤال لا ما تكونش تقول لا لا تكون سمارت هنا فتقول لا والله جاوبت على 15 لا لا جاوبت على 19 لا حتى ما تعرفاش السؤال جاوب عليه ابحث ابحث ما لقيتش اجابه جاوب هكي وخلاص المهم جاوب اقنعه قال لك زيد بحث زيد معه مثلا تيست لا والله I will consider your commenting still ongoing, the research is still ongoing، going بعدين I will consider your comment آه فتعديل الورقه لابد تعدلها الدكتور مؤيد راح يعدل الورقة بناء اعطوك 20 30 سؤال بتجاوبهم كلهم 30 سؤال وتحطهم في في جدول التعليق رقم التعليق والتعليق والإجابة والإجابة كلاريفيكيشن بتاعك أنت جاوبت مرات فقط ما يبيش أنك تدير لو عدلتها والله تقول له تم التعديل كيف ما موضح في الصفحة كذا كذا ولا في السكشن كذا كذا خلاص هنا نجول القصة الحزينة أوكي دكتور مؤيد تعب نجول القصة الحزينة الببليكيشن أول شيء يعطوك إذا كانت مجانية هنا المشكلة القصة الحزينة إذا كانت مجانية آه يا تعديل ممكن ستة شهور احيانا سنه سنه او سنتين عندي صديق سنتين وهو يعدل يعدل لهم يردوا له سنتين في التعديل فبعد الموافقة على التعديلات القصة الحزينة توقيع اتفاقية الحقوق دكتور مؤيد تعب في اللاب مع الطالب أو بروحه ونشر وذا يقولوا له باب هذه أصبحت لينا وبالسلام عليكم ماشي حق له حتى تحطها في اللينك ولا تحطها في الريسيرش جيت تعد مخالفه لو يبوك يجيبوك انك انت خالفت اللي وقعت عليه اصبحت معاش ليك الورقه يحق لك بس تتصرف بالابستراكت وين ما تمشي تحطها في الريسيرش جيت ولا في اي مكان تحط فقط الابستراكت ما تقدرش تنشرها لانك وقعت كوبي رايت اجريمنت انها اصبحت لي ملك للمجله هم يبيعوها يتصرفوا فيها كيف ما يبيع. انت بس اسمك موجود غدا ما يغيروش لكن هم حيتصرفوا لذلك الناس اللي تحط في الاوراق انها اذا كانت اذا كان مؤيد دفع مثلا 1800 دولار خلص اصلا مفتوحه في النت اي واحد يلقاها فيحطها وين ما يبي لكن لو انك ما دفعتش مجانيه اصبحت ملك للمجله لا يحق لك مخالفه اتفاقية حقوق النشر اللي وقعت عليها لأن ما يتمش النشر إلا لما توقع الاتفاقية والناس الناس تقول لا لكن انت خالفت هنا العهد اللي انت عطيت ممتاز خلاص هذا بالنسبه للورقه وتعديلها وتسليمها لهانا اصبح كملنا تقريبا كل شيء بالورقه نجولي حاجة ثانيه مهمه جدا 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 اللي هي journals المجلات العلميه المفترسه هي مجلات علميه ذات اعتماد اكاديمي في الاوساط معروفه موجوده وكل شيء موجود تم انشاء استخدامها فقط لاغراض ربحيه بانشاء موقع وهمي ايش معنى الموقع وهمي الموقع موجود مش وهمي موجود الموقع لكن احنا نسموه في موقع وهمي ما هيش حقيقي انها مجله لكن موجود لها على شبكة المشرفين على الموقع يعرضون خدمات نشر أبحاث على الابحاث الاكاديميه بشروط سهله وبشكل سريع مقابل رسوم اقل من المعتاد 60 دولار 40 45 المره اللي فاتت تكلمني واحد قال لي انا نبي ندفع رسوم 45 قلت له نقول لك أعزم اعزم بهم جماعتك 45 دولار هذه دير لهم عزومه في الحوش والله تاخذ اجر خير من الورقه اللي اللي راح تنشرها غير تلطخ سمعتك وخلاص بالهنديات والباكستانيات هذين ما يغرك الاسم مش كاترات بس يا دكتور ميز حدت ولا حرج تو موريك حاجه قلت لك جايات الفضائح تبعنا فتستفيد المجلات المفترسة من المؤلفين من خلال مطالبتهم بالنشر مقابل رسوم دون تقديم خدمات المراجعه والتحرير نظرا لان الناشرين المفترسين لا يتبعون المعايير الاكاديميه المناسبه للنشر فانهم عاده ما يقدمون تحولا سريعا في نشر المخطوطه في المقابل تستغرق المجلات الاكاديميه عاليه الجوده وقتا اطول لنشر المقالات لانها تخضع للمراجعه الدقيقه او المراجعه الدقيقه المناسبه وعمليه التحرير والنسخ حتى بعد تقبل في المجلة الأوكي مجلة القوية حتى بعد تقبل تبي شهر شهرين لحتى يحطوا لك وما زال شوفوا يدزوا لك يقول لك آه شنو آه مش بروف ريدينج بروف مش بروف ريدينج بروف تقريبا حاجة إنك شوفها في خلل ولا ما فيش خلل بعد ال... ب... لا بعد يطبعوها جاهزة يقول لك هيك بتنزل والله ايش يسموا فيها فاينل بروف ولا مش عارف ايش يسموه المهم يدزوها لك يقول لك شوف اي خلل لو خلل بالله حط عليه هايلايت بلون مخالف دير له هايلايت انك عدلت في هذا يعني راجعها وبعدين تقول لهم خلاص هذه هي انا ابروف خلاص هذه اللي نبكي كل شيء صح مرات اسمك غلط مرات حاجه نسيتها مرات ريفرنس أقول لك بالله شيك عليها من جديد مع انها مقبوله وكل شيء اما هدينا السلام عليكم عندنا نشر يومين يومين ثلاثه ايام تكون اونلاين لانه واحد مكسر خذ خدا 50 دولار 60 دولار حط لك طول اليوم الثاني ايش خاسر هو ما هو خاسر حاجه فهذه القضيه مهمه جدا كيف نعرف ان المجله مفترسه كيفيه معرفه المجله العلميه المجله عاده عاده مش كلها لا تتبع لاي دار نشر يكون لها موقع مستقل تفتح المجله خصوصا انا الهنديات بديت نعرف فيهم بالالوان بالالوان اول ما افتح نعرف لا لا هذه هنديه خلاص اما ما مكتوب المجلة الأوروبية للهندسة المدنية لكن أول ما نعرف أنها هندية وتتأكد من أسماء تلقاها حتى الأسماء الموجودة مرات تلقى اسمك موجود في مجلة أنت <applause> ما تندريش <applause> حاطين اسمك في مجلة المجلة لا تتبع لأي دار نشر عادة ما يكون لها موقع مستقل مش كلهن في لب... لما تلقاها موقع مستقل وتتبع جامعة بنغازي مثلا أو تتبع الجامعة الدولية أو تتبع جامعة طرابلس جامعة, جامعة الشرق الأدنى جامعة اسطنبول أو جامعة كنسة. هذه مباينة انها تبع جامعه تبع جامعه واعضاء ممكن تراسلهم وتتاكد تبع جامعه لكن لما تلقاها مش تبع جامعه ولا شيء غير مجله موجوده فهذه معامل التاثير الامباكت فاكتور عاده ما يكون عالي جدا تلقاه 8 10 ما عندها حاجه دائما حاطين معدل التاثير عالي جدا مش يحطوه 0.5 ولا 2 ولا واحد بس لا يخلوه قبول الاوراق يكون بعد اسبوع اسبوع 10 ايام الان ثلاثة ايام ثلاثة ايام صلي واربع صبات بس ثلاثة ايام تلقاها اونلاين هذه يعني والله تلطيخ اسمك أني يعني حطيت اسمك كرمكم الله في الترش سلة المهمه اني يعني لو انت تنشر في الامور هذه قضيت على اسمك قضيت على اسمك الاكاديمي تمام اللهم تقعد بدون اوراق ولا تنشر في المجلات التحكيم تقرير التحكيم عاده ما يكون بسيط يقول لك نستقلي خاص بالتنسيقات والبلاجرزم يبغى البلاجرزم يكون اقل من 20 بس والتنسيقات لا لا يقول لك عدل لي لما يرد لك بعد ثلاثه ايام يرد لك يقول لي يقول لي تنسيقات دير تنسيق هذا نقص البلاجرزم تمام لا مش كلهم الحمديات لا بالتاكيد الجمع الجمع نقوله احنا مظلمه حتى ولو كان صحيح الجمع ظلم انك تجمع الناس لا في هنديات في مجلات الان وشل الانديات في مجلات قويه جدا مش كلهم على حسب المجله وتصنيف في مجلات ممتازه جدا في الويب اوف ساينس وماشي امور عندهم جامعات قويه جامعه جوهر النهر والانستيتيوت هذا بتاع الانديان تكنولوجي ما شاء الله قبول الاوراق العلميه تم بعد اسبوع انا بس الهنديات كاترات كاترات بشكل رهيب المجلات الهنديه النشر يكون دائما بمقابل مادي بسيط، طبعا في ليبيا احنا ماهوش بسيط 60 دولار، مش عارف في خمسه الان كم 300 يعني ما زال 300 دينار ما اوكي معقول ما, ما زال. النشر يكون دائما مقابل مادي بسيط 60، ما يوصلوا ما يطبقوش انا نقولكم ال 200، 60، 40، 60، 70 باش انت تقول اوه 60، هذه 100%، اي خليني اترقب. الورقه تكون قد نشرت على الانترنت في مده قصيره جدا. نشر الورقه تم في مده قصيره جدا الكلام اللي بنقوله هنا قلت لكم هذا اللي هذا اللي كنت نبي نتكلم عليه هذا النشر النشر في المجلات النشر في المجلات الـ الـ النشر في المجلات ايش اسمها يا ربي المفترسه الهيل ساينس في الهيل ساينس هذه علوم الحياه على فكره علوم الحياه هذه لا الهيلث ساينس العلوم الصحيه ليبيا في الترتيب الثاني بعد الصين احنا في الترتيب الثاني انا ما نقولش انها غش ما نقولش احنا اعضاء زملائنا اعضاء هي التدريس غش لا قله العلم لا. قله المعرفه يعني يشوف المجله الاوروبيه ينشر انا ذكرت ايش التصنيفات يعني المفروض من الان تكون يا يعني المجله الامريكيه فينشر اه كويس ممتازه هذه وب 40 دولار و 60 ولا 100 كويسه خليني انشر فهذه قلة احنا في المرتبة الثانية في 2018 بناء على سكوفس 2015 2017 ليبيا كانت في المرتبة الثانية بعد الصين 6 مليون بعد مليار و300 الف في علوم الحياة احنا في المركز الثامن النشر في العلوم الفيزياء احنا في المركز 19 وخلص ما فيش الثانية. فهذا نبي ننوه ان المشكله عدم المعرفه وليس الغش عدم المعرفه في ناس والله في يعني في شويه لازم تلقى 1% 2% 10 غش ولكن عاده أنا نقول 80 90% 90% ان شاء الله يكون عدم معرفه مش غش 80% داروا بحث وانشروه فغشوهم المجله المحتفيه اللي غشته مش غش يكون عدم معرفه ا آه تكلمت على الاقتباس الذاتي قلت لكم جنب الاقتباس الذاتي مثلا الدكتور مؤيد يقول لنا آآ آآ الدكتورة غادة تكتب ورقة وتقول قالت الدكتورة غادة قالت الدكتورة غادة قالت هي نفسها تكتب في ورقة ما وتقول وتستشهد بنفسها فهذه الاتش اندكس نسموه في الاتش اندكس ال ال مثلا هنا بتاع في الريسيرش هذا الريسيرش جيت سبعة كامل سبعة هنا في Excluding سيلف سايتيشن الناس تشرح فيك انت تحت المجد اكلودينج سيلف سايتيشن 6 معناه انا عندي 10% ادب تاعي أنا طبعا القديم ما حطانا عندي 10% سيلف سايتيشن 10% وعندي 90% دراستي لو جينا لنعطوا العلامه ما زال علامتي ممتاز ممتاز 90% من عن... من الناس الناس داروا لي سايتيشن استشهدوا بكلامي 90% 10% أنا استشهد في مواضيع متعلقه ببعضها لازم نستشهد بشغلي في شغل او شغل مربوط بشغل اخر استشهدت به فمحسوب لي سيلف سايتيشن لان اسمي موجود فهنا ما زال كويس هذا مثلا هذا انسان اخر اخفيت الهويه شويه 36 مثلا هنا تشوف 17 الاتش اندكس بتاعي 7 وبعدين 6 هذا مثلا 36 الاتش اندكس ما شاء الله 36 لكن تعالوا نشوفوا السيلف سايتيشن الاتش اند أنا السايد سكور ما شاء الله 36 وهنا الاتش اندكس بتاع 14 عالي كويس لكن اكسكلودينغ سيلف سايتيشن هذا غش واضح 5 5 من 14 يعني هذا حتى راسب ما جاب حتى 7 ديدي صح 5 من 14 يعني هو هو اللي يدير لنفسه هو اللي يغش يعمل غش اكاديمي غير اخلاقي هو اللي يستشهد بنفسه فقط فالتكنولوجيا موجوده والان كل شيء مراقب هذا الاقتباس الذاتي اللي قلنا عليه سيلف سايتيشن بعدين بعض المفاهيم الغير صحيحه في العالم الاكاديمي ونشوف فيها هلبه في ليبيا الاسم الاول اهم اسم اوكي قلنا تعتمد على سياسه الجامعه يعني الجامعة تبي الطالب لازم يكون اول اسم ليتخرج او ثاني اسم لازم يكون من الثلاثه الاولين او عضو هيئه التدريس الاول عنده درجه معينه والثاني عنده درجه معينه والثالث عنده درجه معينه طبعا هذا ظلم ظلم لان البحث ما فيش يد تصفق بروحها البحث العلمي استشير عندي دكتور نخدم معاه عندي او عندي ان نادي مركز نخدمه جميع هذا يدير كذا وهذا يدير كذا وهذا يدير كذا فالمفروض بالتساوي النقاط تاخذها بالتساوي فما تعتمدش على مكان الاسم واحد يجي يقول لك تم اختيارك محكم في مجله علميه محكم تحكيم محكم في مجلات علميه ملكيه هذه دوله فاضيه انا متى وجبت لكم الريجن اللي كانت اللي كتبت ليبيا الادريس هذا وورك افيلبل از ريفيور انت متوفر كمحكم كتبت يس yes. كونجراتوليشن اصبحت محكم في مجلة ايش يعني؟ وحاجة <applause> سيئه اللي يقول انا محكم حكمت 20 بيبا if you don't have work you will review others it's work يعني <applause> اذا ما عندك شغل حتعمل ريفيو حتحكم التحكيم شغل الناس لانك مفاق. ما عندك شغل ما انا الريفيو احيانا يجيني نرفضه لاني يعني مش ما عندي مشغول ما عندي وقت باش ندير لهم ريفيو لكن انت فرحان انك قدرت 20 ريفيو السنه هذه كانك فاضي ما عندك شغل قاعد تدير في شغل للناس تدير في ريفيو اوكي تدير اثنين ثلاثه عادي لكن مش أنه بهرجه أنك قدرت 20 ريفيو ل 50 مجله العام هذا ايش الفائده؟ كم نشرت؟ نشرت واحده ما عندك شغل انا اكيد حدي ريفيو لكن اسالني كم نشرت نشرت 20 كم ريفيو درت ولا واحده اه اوكي 20 انت كنت مشغول تخدم 20 ورقه سواء كانت سكوبا سويب اوف ساينس وات ايفر او 10 اه كنت مشغول انت السنه هذه صحيح ما عندك وقت تدير تشوف شغل الناس الناس الفاضيه هي اللي تشوف شغل الناس يعني لا باس تدير واحد اثنين ثلاثه يجيك واحد يقول لك المجلات المدفوعه جميعها مجلات مفترسه لا قيمه لها، لا طبعا شفنا كيف قلت لكم الاي ترابل اي -E هذه لو عندك تعديل راح يرفضوك، تعديل بس يقول لك رفضت الورقه برا دير التعديلات ورجع بززها من جديد. فمش كل لان الدفع يتم بعد الريفيو بعد القبول بعد كل شيء، يقول لك ادفع الان باش تنشر فقط. جميع اوراق التصنيف الاول كيوان 1 افضل من التصنيف الثاني كي لا بالعكس. على حسب التخصص، مثلا أنا نشرت في مجلة ها كونستراكشن بيلدينج ماتيريال، هذه الهندسة عامة مواد البناء والهندسة عامة. بعدين نشرت واحدة في تخصصي أسفلت، نشرت واحدة في بيفمنت، رود بيفمنت، رود ماتيريال أند بيفمنت ديزاين. طبعا كيو ثاني هذه كانت أصعب لأن غادي أسفلت بس، ناس المتخصصة في الأسفلت فقط. أما الأولى يجيك واحد متخصص مانجمنت، يجيك واحد متخصص ووتر يدلك ريفيو، مش فاهم هال لكن الثانيه ما فيش حد الا جماعه الاسفلت يجوك يديروا لك ريفيو غاز. فيش واحد ثاني فتكون اصعب يقول لك والله انا تم قبولي في مؤتمر اي ترابل مؤتمر في الاخير المؤتمرات العلميه مهما تدز ورقه يعني ها احيانا تلقى مؤتمر رصين وكويس ولكن في الاخير الورقه لو كانت عاديه يقبلوها لانك ماشي بتدفع ماشي بتدفع حضور وتدفع اكل واقامه متفقين مع مؤ... فندق اكيد حيقبلوك الا اذا كان عندهم مثلا يبوا هم 200 صار عندهم 400 هنا يقدروا يدلعوا يرفضوا ناس ويقبلوا ناس لكن لو يبوا 200 وجاهم 150 وجيت انت 102 حيرفضوك يعني يقول لك تعال خليه بعدين يقول لك سلكتد بيبر ويل بي اه بيبر بتاعك ما تنساش ما, ما راح نختاره حنختار الاوراق السلكتد بيبر فيعني المؤتمر احنا المؤتمرات اصلا مش للنشر أنا المؤتمرات طلعت من هنا مشيت تعرفت عندنا مؤتمر في تونس مثلا مشيت مرات أتعرف على ليبيين الدكتور مؤيد الآن ما أعرفهاش تلاقينا في تونس أنا من ليبيا أنا من ليبيا أهلا فتحت لي معرفة جديدة لقيت دكتور من أسبانيا لقيت دكتورة من أمريكا لقيت دكتور من اليابان أصلا إحنا رايحين أحيانا تفتح فرص عمل أحيانا تفتح لك فرصة عمل أنت في ليبيا تلقي مرات ورقة تكون رصينة الورقة ممتازة لقيتها في مؤتمر في الامارات على واحد من عمداء الكليات يكون يا سميد كيف ما قلت انت نتورك هذه الشبكه تكون عندك شبكه عالميه لقيت مؤتمر في دبي لقيت مثلا جامعه زايد او جامعه خليفه لقيت فيها عميد مرات عميد الهندسه قاعد انا لقيت عجب الموضوع يجيك على طول تفضل مرات انا نبي نجيبك عندي باحث نجيبك فانت فتحت لنفسك باب عمل جديد رزق جديد او يقول لك واحد يقول لك والله تشارك معايا بحث صح فالمؤتمرات العلميه هي ليست للنشر لو كانت للنشر الله يندزها في مجله ونقعد نرقد ليش ماشي صارف تذاكر مرات حتى الجامعه ما تدعمنيش يعني صارف تذاكر وصارف مبيت على ايش باش ننشر ورقه لا والله ندزها لي أول مجله كان الله بالسر علي مجانيه ونرقد لكن لا المره اللي فاتت تقريبا في باريس كان عندنا مؤتمر على الاسفل على مواد الطرق فشفت ثلاث اسماء جهزت نفسي على طول قعدت ورقه وقبلت وجهزت نفسي وبنمشي على طول ليش فقط لا اقابل ثلاث اسماء واحد بريطاني واحد فرنسي واحد امريكي او يوناني تقريبا فكانوا موجودين قلت لازم نمشي لدينا قاماتنا في الاسفل لازم نمشي نشوف ونتعرف عليه هذا الهدف بس مش مش جاي ندير برزنتيشن وننشي. لا ما عندي او الطلبه الطلبه تدزهم للمؤتمر حتى يكون عندهم سيلف كونفيدنت لازم يكون عندهم سيلف كونفيدنت يلقوا قدام الناس الناس كريتيسايزنج ته... زي فيكون عنده مجهز للمناقشات خصوصا الدكتور يكون مجه... جاهز للمناقشه الناس لما يمشي غادي يلقى ناس متخصصه نقد نقد ادبي طبعا هذا شغل ما ينفع مرات هذا كذا هذا غلط المفروض كذا انا يطلع بي يطلع بي يطلع بفكره جديده وتعديل او كذا يعرف مدى شغله هذه المفاهيم اللي في العالم الاكاديمي ايضا الناس تسال ايهما افضل في العالم الاكاديمي اولموست آه خلاص ايهما افضل في العالم الاكاديمي نشر ورقه او كتاب علمي نشر ورقه او كتاب طبعا الكتاب اصعب 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 من الورقه العلميه ورقه علميه عاديه لكن الكتاب يبذل وقت وجهد خصوصا كان نشرته في مو في الجامعه الوطنيه الماليزيه كتاب يعادل تقريبا خمسه اوراق في الويب اوف ساينس، لو نشرت كتاب يعادلوه كانك ناشر خمسه اوراق في الويب اوف ساينس. لكن مش في الناشر الالماني هذاك الازرق لامبرت الازرق والابيض <applause> مش اي موقع نشر، لا مش اي دار نشر، هذاك دار نشر الان لو ضميت هالمحاضره هذه ضميتها في ورق ودزيتها بكره نلقاها منشوره كتاب في اللامبرت. فاللامبرت الازرق لو نشرت كتاب في ذاك الازرق والابيض تقريبا لامبرت اسمه الماني هذاك لسه في الحوج ما تطلعش تحشم روحك تقول نشرت كتاب لسه عندك في المكتبه واقرا مره مره كم لكن ما تقولش انا نشرت كتاب سوري بس انا احاول احط للا... طبعا مواقع مهمه للبحات لازم يكون عندك فيها اللي هي الجوجل سكولا للجامعه تحسب عليها وعندنا السكوبس لازم تفتح في حساب جوجل uh, سكولر uh, يكون عندك في حساب السكوبس هذول يكون عندك في حساب وعندنا الاورسيد هذا ولا الاوركيد الاوركيد هو تفتح في حساب ايضا يكون عندك رقم الان معظم المجلات تطلب منك الرقم لما انت uh, تحط في التسليم عادي مش ضروري لكن افضل يكون عندك باش تربط كل اوراقك بايجنت بروح اوتوماتيك لهذا و وايضا الويب اوف ساينس هذا الويب اوف ساينس لازم يكون عندك فيه حساب هذا والله اعلى واعلم آه شكرا جزيلا على الاستماع سامحوني اذا كان طولت هذه ايميلاتي ايميل الخاص عندي ايميل جامع شعبان اسمه البركه ان فهذه للتواصل اللي باي استباحه وتوضيحات فلهنا تصلنا نهاية المحاضرة اللي عنده سؤال ال Q and مفتوح Thank you ويلكم ويلكم دكتور يا دكتور تو بالنسبه ل لو انت بت بتنشر مثلا في كتاب كتاب عرفته هل تقدر يعني شنو الصعوبه ان انت مثلا تخش في كتاب انا درسوني عرفت في, رادي في المستقبل في مصر مم. الدكتور عادل الصقر عرفت في الصيدله كان عنده قسم تابلتس في في ريمنجتن عرفت في هذه حاجه تحسها ان هي صراحه قويه يعني انت تاخذ قسم بروحك يعني في كتاب مثلا يعني او جزء معين تاخذه مثلا تكتب فيه. هو في فصل نشر فصل كتاب وفي كتاب طبعا الفصل هذا يشارك احيانا الناس انت تجي تفتح تتفق مع سبرينجر او تايلاند فرانس انك تكتب كتاب يعطوك المعلومات كيف أنت تبي مشاركين مثلا الدكتور هذا دكتور عندك كل واحد يكتب شابتر عادي جدا تبي تكتبها كامل لكن انا المعلومه الكتاب ما لقيتها السؤال ما فهمتهاش كويس آه قصدي يعني هي مقارنه مثلا بالنشر البيفر العادي طبعا اكيد الكتاب كتاب اصعب يعني اصعب الكتاب اصعب يطلبوا انك تجد عندك بابليكيشنز واجده قبل ما تنشر في كتاب ترى لا 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 ما عندهاش علاقه هذا بروحه ما عندهاش بروح. علاقه ما عندهاش علاقه تمام 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 نور الله Yes. Healthy swell. now No, I here so I don't know. Yeah, Thank you, thank you so that. It's not, it's not, it's not. No, يس اعتقد ما فيش اسئله خلاص مين الستيشن مين اللي شاد الستيشن او الدكتوره سلوى او سلمى يس مين اللي ماسك ستيشن سلمنا المايك اذا كان ما فيش سؤال مش عارف والله شوي لا مش كلهم طبعا يا yeah. يا yeah, هو هذا ها. هذا السؤال الوحيد اللي هذه مثلا امريكان انديان كلتشر هذه تصنيفها uh -huh. ارتس هذه تخرجك دكتوره هذه كويس وعندك مثلا هذه لا هذه لا مش في مجلات موجوده هذه ساينس سايتيشن اندكس انديان جورنال اوف اجريكلتشر ساينس هذه ايضا ممتازه هذه Indian Journal of هذه هذه لا ممكن ما تخرجك ففي هذه Science Citation Index Animal Science فالمجلات لا على ال على الآخر آه على ال Emerging هذه جديدة في لا في مجلات كويسة الهندية مش كلهن لكن لما تشوف الستين أعطيت لكم العلامات تشوف الستين آه, الستين دولار النشر أربعة لي ايام اسبوع هذا الكلام هذا الكلام في هذينا مجانيات هذا الكلام تلقاه وحتى زي هذينا احيانا نشوف في هذه ايكولوجي وكذا في ما شاء الله مجلات هنديه كثيره لكن في اللي كويس انت تتبع كيف تشرح التصنيف زي هذه ساينس citation اندكس expanded ممتازه ايمرجنج ها مرات هذه مازال كيف خشت التصنيف؟ ما دام قاعده هنا لا ما تخافش عليه. ما دام قاعده هنا في الويب اوف ساينس عاده ما تخوفش لازم تمشي للويب نفسه مش تاخذ مش تاخذ الموقع من المجله. تمام تمام دكتور تمام. مشكور جدا انا يعني منشوف ما فيش حد من الحضور يعني رافع يد او يبي يسال سؤال معين وحضرتك يعني كفيت ووفيت لك ساعتين معنا دكتور شعبان مجهود كبير بصراحه تشكر عليه <applause> سامحنا بس مره مره كان يضعف عندنا نحن الانترنت <applause> لكن يعني نجحنا في أن نحن نسجل المحاضرة كاملة بإذن الله عن طريق يعني أكثر من جهاز فما عندناش فيها مشكلة ومشكور جدا دكتور على مشاركتك اليوم وبارك بارك الله فيك دكتور بارك الله شكرا جزيلا السلام عليكم شكرا مع السلامه مع السلامه دكتور مع السلامه السلام عليكم